اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في مباراه سموحه والزمالك اللي تقدم فيها الزمالك في الدقيقه 70 بهدف ليوسف اوباما، ثم حسام حسن يدرك التعادل في الدقيقه 86 ويهدر سموحه ضربه جزاء يعني غريبه جدا في الدقيقه 94. اعتقد يعني كابتن ابراهيم نتيجه، اعتقد ان علي ماهر مش هينام النهارده. لا طبعا الثلاثه بونت راحوا منه، وبعدين الدوافع نقطتين راحوا نقطتين. الدوافع اللي عند علي ماهر غير الدوافع اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، يعني لو ما كان ماسك الاسيوطي كان كل الدوافع بتاعته ان هو يبقى في الدوري الممتاز، ان هو انما ماسك فرقه زي سموحه السنه دي كل طريقته هجوميه بيلعب على الثلاثه بونت، وبالتالي برضه المجموعه اللي موجوده في نادي سموحه مساعداه جدا انه يقدم مستوى متميز. انا عايز اتكلم على نقطه ثانيه بقى، التغيير. اتفضل. الدكه النهارده التغييرين اللي عملهم قلبوا الماتش، يعني حسام حسن نزل في الدقيقه في الشوط الثاني، ما اعرفش في الدقيقه كام، نزل في الدقيقه 76 في الدقيقه 76 هو اللي جاب جون التعادل. نزل شريف رضا في الدقيقه 81 هو اللي جاب البنالتي. شريف رضا ده على فكره من اللعيبه اللي هيبقى ليهم شأن كبير جدا في الـ في الـ في الماتشات اللي جايه، لو هو ابتدى بيه في مرحله متقدمه من الدوري، يعني من الماتش لما نزلوش في وقت لانه عمل طفره في الناحيه الشمال، وهو اللي تسبب في ضربه الجزاء اللي قضاها سموحه. بالتالي الحقيقه سموحه مع علي ماهر بيقدم مستوى جيد جدا، وكان الماتش عشان الفرقتين بيلعبوا بطريقه هجوميه والفرقتين عايزين يكسبوا، فبالتالي الماتش بياخد شكل المستوى بيبقى اكثر من ممتاز. اكيد اكيد. كابتن بلال، تعادل مستحق ولا كان المفروض حد من الفريقين يكسب؟ بصوا، السير اللقاء النهارده كان للزمالك، يمكن من بدايه اللقاء لحد ما ابتدى يتعادل فريق سموحه. الزمالك كان مسيطر بشكل كبير، الزمالك كان اقرب للمكسب. يمكن مش عايز اقول طول المباراه، ولكن يعني عارف بدايه من الدقيقه 46 يعني بيبدا الشوط الثاني، الشوط الاول الامور متشابهه شويه، الزمالك بيحاول يوصل ما فيش هجمات خطر، برضه سموحه بيحاول يوصل ما فيش هجمات خطر، ولكن الشوط الثاني من بدايته الزمالك افضل لحد ما سموحه ابتدى يسجل هدف التعادل. ودي برضه مشكله الفرق، يعني انا عايز اقول لما تبقى فرقه كبيره لازم، يعني انا بسجل هدف مش معناه ان انا خلاص كسبت المباراه، يعني وده درس لكل الفرق. انا طالما سجلت هدف وعندي المقدره اسجل هدف ثاني لازم اسجل هدف ثاني. النهارده برضه الميزه اللي في علي ماهر ان هو خلاص قدر، ان هو خلاص انت بتلعب انت مغلوب 1-1 زي 2 مش هتفرق معاك كتير، فابتدت حتى التغييرات بتاعته كلها تبقى تغييرات هجوميه، عايز يحط اكبر عدد من المهاجمين في الملعب، عايز خلاص يضغط على نادي الزمالك، عايز يسجل هدف، شايف ان فريق الزمالك كمان عنده مش عايز اقول رعونه شويه، ولكن يعني خلاص هو جاب جول، حس ان هو هيكسب المباراه، الجيم خلاص ابتدوا يلعبوا كوره، يعني كوره يعني مش عايز اقول لك بلغه الكوره غير مفيده، يعني كوره غير مفيده، بساطة على الجنب، اللعيبه من رجل لرجل بعيد عن المرمى، ما فيهاش ايجابيه. فالحته النقطه دي اشتغل عليها بشكل كويس جدا علي ماهر، وهو فعلا يعني انا بحيي الحته دي ان هو شاف نادي الزمالك مش خلاص مش عايز يوصل للجون، مش عايز يسجل اهداف، فابتدى يقلب الكفه الناحيه الثانيه، يطمع في المباراه ويطمع في التعادل، ده وضع طبيعي جدا لاي مدير فني عنده امكانيات وعنده فكر. لاعب لعيبه غير التغييرات بتاعته، نزلها كلها تغييرات هجوميه، ابتدى يعمل ضغط على لعيبه نادي الزمالك، وكمان ابتدى يستغل السرعات اللي موجوده عنده في الحته دي. وانت في الحاله اللي فيها نادي الزمالك الحاله ان هو بيبطئ رتم اللعب، ابتدى علي ماهر يسرع رتم الاداء بالزبط. عشان كده قدر ان هو يوصل لمرمى الزمالك اكتر من مره، عشان كده قدر يسجل في نادي الزمالك هدف، وابتدى كمان كان ممكن عنده فرصه ان هو يسجل هدف الثاني. لكن المباراه لو جينا قسمناها هنقول الشوط الاول متكافئ بين الاثنين، الزمالك لحد ما سجل الهدف او لحد ما سجل الهدف بتاعه هو الافضل، حتى بعديها كمان ب 10 دقائق، لكن عجبني رجوع علي ماهر وتفكيره في المباراه، وانه خلاص ما عندوش حته الاستسلام، ودي برضو ميزه الفرق الكبير وميزه علي ماهر، وكمان وقناعته وثقته في اللعيبه المهاجمين اللي موجودين عنده. النهارده علي ماهر سموحه مسجلين 8 اهداف، يعني الفرقه برضو بتعرف تسجل اهداف بالظبط. حته برضو انه حسام حسن موجود برضو على دكه البدلاء وهو افضل لعيب عندك، دي برضو كانت نقطه سلبيه شويه، ولكن التغييره بتاعته قلبت الجيم. لكن ده معناه ان انا لما يكون عندي لعيب عنده امكانيات كبيره جدا لازم احطه من بدايه اللقاء بالظبط. انت ما تضمنش المباراه لو راحت 2-0، اعتقد ان وعلي ماهر صعب جدا انه يرجع. علي ماهر من المدربين اللي بيحبوا لعيبه الكوره تحديدا، لكن اكيد في حاجه، يعني في حاجات احنا ما بنعرفش في الكواليس، يعني عايز يعاقبه شويه، عايز يرقص ودنه مثلا، انا بدي له اعذار أو لا، ممكن يكون حاطط سيناريوهات عنده قبل المباراه شوية. طبعا ممكن يكون حاطط مثلا شيلونجو واوميد اوكري انهم مثلا يبداوا يشتغلوا ويهدوا شويه في دفاعات الزمالك، نزل حسام حسن الشوط الثاني يبقى عنده اريحيه. بتقتنع بالفكره دي يا كابتن؟ طبعا طبعا.
النهارده يعني ولا لما يكون عندي لعيبه كويسه لازم ادفع بيهم، لان انا عندي وقت ممكن عندي كذا سيناريو المباراه. هو المدير الفني ما بفكرش بدايه المباراه، لا انا بفكر وانا داخل فيه هدف. طب وانا متقدم هحافظ ازاي؟ الكابتن علي مهره دار الشوط الثاني بذكاء النهارده في الدقيقه 60 حب يحافظ على توازن الملعب ويبدا يسيطر على نص الملعب. حط اسلام صالح، خرج محمد حمدي زكي وحط اسلام صالح. اسلام صالح كان مع احمد نبيل مانجا واحمد حمص، حط ثلاثه في نص الملعب واعتمد على شيلونجو واوميد، فحط اثنين في قدام. فحب يعمل التوازن. الزمالك جاب الهدف في الدقيقه 70، رجع تاني غير الاسلوب وهو اللي بيلعب بيه. هو ده بس السيناريوهات اللي بتفضل، المتغيرات اللي بتحصل لك كل دقيقه في المباراه. اتعامل مع هدف الزمالك ازاي؟ بدا يغير تاني، راح خرج احمد حمص، بدا يدفع بحسام حسن، وبدا يشتغل باثنين في نص الملعب. طب بس اذنك اخد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. باشمهندس اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك وبمسي على ضيوف سيادتك. كل سنه وحضرتك طيب. عمرو وحضرتكم. ربنا يخليك يا رب. يعني اداء ولا اروع النهارده من سموحه، لكن لسوء الحظ يعني ضربه جزاء ضائعه بغرابه شديده جدا، ونقطتين اعتقد ان هم فقدوا نادي سموحه النهارده. اه طبعا انا حظنا كان وحش جدا النهارده، زي بيراميد برضه نفس الضربه ضاعت بنفس الطريقه. يعني بصراحه انا نفسيتي تعبانه جدا جدا جدا، مش قادر اقول لك يعني حالتي النفسيه شكلها ايه. بس احنا يعني كنا اليد العليا في المباراه، يعني حتى في الشوط الاول كان لنا اثنين بنات واضحين تماما تماما وما اتحسبوش. زائد ان شيلونجو عندنا ثلاث مرات يروح بانفرادات وينفرد بالكون ويتكعبل يقع على الارض، مش عارف الحكايه دي ايه. ثلاث مرات، لكن قدر الله ما شاء فعل بقى، نصيبنا بقى احنا. انا عارف يا باشمهندس انت بتزعل جدا، خصوصا لما تكون قريب من المكسب، لكن برضو طبعا. يعني بطمن نفسي انا كمهندس فرج عامر ان انا بعمل اداء عالي جدا، كل مصر بتتكلم على اداء وشكل سموحه مع علي ماهر السنه دي تحديدا. الحمد لله، هو كابتن راجل مجتهد وربنا يوفقه، بيبذل قصارى جهده ومعاه برضو لعيبه مميزه جدا وهو بيوظفهم. ويعني الماتش اللي فات كان فيه سته منهم كانوا غايبين، ستة من الأساسيين كانوا غايبين، وكل الأفارقة كانوا بيلعبوا مباريات دولية معاهم. فما كناش موفقين، لكن الحمد لله يعني نتمنى إن ربنا يوفقنا ويدينا على قد المجهود اللي بيتعمل يعني. أكيد يا باشمهندس. طبعًا الكابتن علي ماهر شخصية طبعًا محترمة جدًا ومنظمة جدًا، كل جهاز عندنا من الأهلي، كل جهاز من الأهلي. اكيد حضراتكم بتتعبوا جدا، وعلي من النوع اللي بيتعب جدا، لكن حضرتك عارف ما اخترتوش من فراغ كمان. ان شاء الله أكيد ربنا يديكوا على قد تعبكم في اللي جاي باذن الله. لكن يا رب يا رب. ظاهره يا باشمهندس ان الكل مش راضي عن المستوى التحكيمي، غريبه جدا دي. دي حقيقه. لا هو عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو الاخطر ان انا السنه اللي فاتت لما كنت في نهائي الكاس وتوقعت يعني المسرحيه الهزليه اللي حصلت معانا، فطلبت بحكام اجانب. فطبعا سموحه يعني يعني الاتحاد يستقوى علينا ويستقوى على انديه كثيره، طلعوا بقى وقالوا كلام عنتري. لا ما ينفعش تجيب حكام اجانب والوطنيه المصريه والحكام الاجانب، ده معنى كده احنا بنشتم حكامنا، ولو جت على استقالتنا هنستقيل. ورئيس لجنه الحكام قال كلام عريض جدا وضخم جدا، وفي النهايه طبعا عشان الدنيا تمشي وعشان ايه ان احنا ناس يعني وطنيين قبلنا بالمهمه. وانا عارف ان المسرحيه الهزليه اللي حصلت سنه 2014 في نهائي الكاس برضو مع الزمالك بتتكرر معانا تاني في 2018 مع الزمالك، وقبلنا ذلك وارتضينا بذلك. اتفاجئنا بقى السنه دي قبل ما الموسم يبدا، وانا قلت ان الموسم لن يكتمل لغياب العداله التحكيميه، وان لو ما جاش نظام الفار هتبقى المشكله كبيره قوي قوي قوي، وان منافسه شديده ومحتده وايه، وهيحصل ان في فرق تتظلم على حساب فرق. طلعوا بقى وقالوا لا والحكايه ومش هيحصل الى اخر ايه هذا الكلام. عادي، انا ما بطعنش في الحكام المصريين بالمناسبه، وباكد على ان هم عندهم نزاهه، لكن بتحصل اخطاء في النهايه، بتحصل اخطاء اكيد. وانا كنت بعت جواب قلت انا مش عايز الكابتن ابراهيم نور الدين، لان في مشاكل كانت بيننا وبينه، وجاب لنا ابراهيم نور الدين وتعادلنا. المهم بعد كده غيرنا بقى لما قال عايزين حكام اجانب وعايزين البار وعايزين وعايزين وعايزين، الدنيا اتقلبت وتنفذ كلامه. فده بيدي لسيادتك مؤشر خطير جدا ان الكلب بمكيالين. وعشان تنجح اي مسابقه رياضيه او اي منافسه في العالم لابد تكون المعيار واحد اكيد،
سواء حضرتك فقير او غني، قوي العداله، العداله كبير او صغير، العداله العداله. انما طالما اهتزت العداله، الدوري المصري اللي كان في يوم من الايام التاسع او ال11 على العالم، لما تراجعنا بين ال65 اهتز اهتز، واصبحت فيه بقى حاجات كتيره جدا غايبه. ولذلك طبعا والتحكيم مستواه مهزوز، وكل ما ده ما بيتهز اكتر، والناس مش مرتاحه، الانديه مش مرتاحه لانها صرفت فلوس كتيره وعملت مجهود كتير. وانت شفت حضرتك الحاله اللي وصل اليها المقاولين العرب، وانا بعذرهم صراحه يعني، لان احنا يعني ذقنا او شربنا من نفس الكاس. فاللي انا بتمناه ان كل واحد في مصر سواء مسؤول او غير مسؤول ان يفعل ما يقي عليه ضميره، وان كلنا نتساوى سواء في العدل ظلم في الحق، كلنا نتساوى ايا كان. يعني حضرتك طبعا كلام مهم جدا وكلام واقعي جدا يا باشمهندس، حضرتك بتتكلم في حاجه واقعيه وحاجه حصلت بالفعل بالظبط بالظبط، وحاجات موثقه كمان وانا كنت شاهد عليها كمان شخصيا. حضرتك بتحس بايه كرئيس نادي نفسك سموحه ينافس ونفسك سموحه انا بحس بايه؟ انا بحس بايه؟ اقول لك انا بحس بايه؟ قول لي. انا بكره نفسي وببقى شايف الدنيا سودة، ويعني بيحصل لي كابتن بلال يقول لك بيحصل لي يعني بعية، يعني ببقى مش طبيعي، بعية بحزن، يعني بحزن بحزن على ان مصر جميلة ومصر فيها فرص جميلة جدا، والدنيا اسهل من كده واجمل من كده وابسط من كده. والعلم سيادتك انا يعني مش معنى ان هيعملوا حد يعني هبقى بطل مصر، لا، بس يعني اتغلب زي ما اتغلب، بس ابقى حاسس ان انا واحد مع كل الناس على قدم المستوى. انا ما قلتش انا احسن ناس، انا ما قلتش ان انا البطل، انا ما قلتش اي حاجه، انا قلت انا بقول ساويني باقل نادي وساويني باكبر نادي، عشان كلنا طالما دخلنا مسابقه نبقى حاسين ان احنا واقفين على خط واحد، واللي هيجري اكتر هيسابقنا، وعادي وده شيء عادي، ونستمتع بالرياض. أكيد يا باشمهندس، كلام محترم جدا وكلام مهم جدا، أنا بشكرك وإن شاء الله القادم أحسن لسموحة مع حضرتك ومع علي ماهل، وكل التوفيق ليك ولفريقك إن شاء الله في مواقف. شكرا جدا مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. أنا آسف وسام أنا قطعتك، لكن كان تليفون مهم زي ما أنت شايف. اتفضل. كنا بنتكلم طبعا عن سموحة، إن كابتن علي ماهر أدار الشوط الثاني بذكاء في تغييراته، حتى قبل الزمالك ما كان أوباما يوسف أوباما يجيب الهدف في الدقيقة 70 كان حابب يسيطر على وسط الملعب بخروج محمد حمدي زكي ونزول اسلام صالح، وبدا يشتغل بثلاثه في نص الملعب، احمد نبيل مانجا واسلام صالح واحمد حمص. لما الزمالك جاب الهدف هو خرج حمص وبدا يتم الدفع بحسام حسن. التغييرات اللي عملها النهارده كانت تغييرات ايجابيه، غيرت في شكل فريق سموحه بنزول حسام حسن واحرز هدف حلو جدا، نزول شريف رضا جاب ضربه جزاء، فالتغييرات كانت مثمره بالنسبه للكابتن علي ماهر. طبعا ضربه الجزاء وفي مشكله في ضربات الجزاء بالنسبه لسموحه، مباراه ثانيه على التوالي النهارده ضربه جزاء بتضيع، لو تم احرازهم كانت حط في مكانه في الجدول بستة بونت في مكانه ثانيه مختلفه. النهارده ياسر ابراهيم، وقبل كده كان محمود السيد في مباراه بيراميدز برضو، ما بقول لحضرتك كابتن ميدو 6 بونت ضاعوا من فريق سموحه. شايف ضربه الجزاء ضاعت النهارده ليه؟ شايف كان فيها يعني مش عايز اقول استهتار، لان يعني هدف هيبقى هدف قاتل، نقطتين غاليين جدا هيضيفهم سموحه الرصيد، ولكن شايف ان هو دخل على الكوره ان هو ضامنها قوي ان انا احطها جول، ولا كنت شايف الموضوع ازاي؟ لا، هو اكيد الكابتن علي ماهر بيرتب ضربات الجزاء لما بتحصل في مباراه، بيبقى عنده لاعب رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، وده بيبقى على اساس ان بيبقى في التدريب او بيحصل فقره مثلا في التدريب في ضربات الجزاء، فاكيد هو شاف ياسر ابراهيم مميز في التمرين عنده الهدوء. لكن اجواء المباراه دايما مختلفه عن التمرين، اجواء المباراه مع الضغط مع الثواني الاخيره لو جبتها هاخد الثلاثة بونت، فضغط المباراه غير ضغط التدريب. النهارده يعني برضو عشان الناس اللي كانت ظلمت قبل كده مسعد عوض في مباراه الاهلي وحرس الحدود، وقال ان مسعد عوض ضد الكوره، كان في كلام كتير من النوع ده. النهارده هل ممكن نقول ان ياسر ابراهيم مثلا قاصد؟ لا، دي كرة قدم، النهارده ممكن تبقى موفق تبقى ما تبقاش موفق، تبقى على الجميع يعني. اكيد ما، لكن هو بيلعب لنادي سموحه، وهو من اللعيبه المميزه، من اللعيبه اللي بقى لها سنين في نادي سموحه وبيأدي
بمستوى مميز. اكيد طبعا كان نفسه النهارده يجيب الجول وفريق سموحه ياخد 3 نقط، لكن ما كانش موفق في ضربه الجزاء النهارده. اكيد ما اعتقدش ان في حد عايز يطلع، لا هو كان متوتر وهو داخل حتى يعني عمال ماسك الكوره وعمال طبعا كل واحد بيقرا قران، هو بيقرا قران والحارس المرمى بيقرا قران، الاثنين متوترين يعني. فواضح ان على شكله داخل مهزوز يعني. اللي بيدخل مهزوز كده ومش واثق من نفسه اكيد بيضيع يعني. لكن يعني نقول تعادل مستحق. تعادل مستحق الحقيقه، لان الزمالك قدم مستوى جيد جدا الحقيقه، ومن ماتش لماتش بيقدم زي ما قال الكابتن. الحقيقه الشوط الاولاني الزمالك قدم مستوى جيد جدا، وهو اول ما دخل يوسف اوباما لجوه قلب الملعب ورجع كاسونجو تحتيه شويه ابتدى الزمالك يظهر بمظهر جامد، لان يوسف اوباما في المركز ده، ولو وثبته في المركز ده الزمالك هيبقى يوسف اوباما من احسن رؤوس الحربه اللي موجودين. بس كابونجو كاسونجو بيمتاز عن هو عايز مساحات، هو عايز مساحات. هو ما ينفعش يلعب في قلب الجون، لانه ما عندوش دي، هو عايز مساحات وعايز السرعات وكده. فهو بيلعب في قلب الملعب مش جايه له دي. تمام، يعني دي كانت مباراة اللي أقيمت النهاردة. بكرة إن شاء الله النجوم وادي دجلة عشان نختتم الأسبوع السابع. لسه طبعا مباراة النادي الأهلي المؤجلة. كابتن أحمد بلال نتكلم بسرعة جدا عشان وقتنا قرب على الانتهاء. الأهلي وحرية كوناكري ماتش العودة اتكلمنا فيه، بس اديني برضو تبقى شايف الماتش إزاي وحاسس الماتش إزاي، إيه المفروض يعمل الأهلي؟ بص ماتش صعب طبعا يعني. كل المباريات اللي جاية كلها في بطولة أفريقيا هتبقى مباريات صعبة جدا. بتلاعب فريق كان بالنسبه لك مجهول قبل ما تلعب معاه المباراه اللي فاتت. فريق عنده سرعات، عنده مهارات، اللعيبه بتاعت نص الملعب بتاعته لعيبه كل لعيبه مميزه. الفرقه بتلعب من رجل لرجل، بتعتمد على الانذار بتاعتك اللي هو لعب الاستحواذ، تمام. ودي الطريقه اللي بيلعب بيها فريق حريه، يعني فريق مختلف عن الفرق الافريقيه. الفرق الافريقيه دايما اتعودنا القوه والسرعه والضرب، وانك بتلعب في ملعبك بتضغط على الفريق الخصم، والكره كلها طويله عاليه، وتلاقي الفراوده اجسام طويله عشان يقدروا يسجلوا اهداف بالطريقه دي. لكن الفرقه اللي احنا اتفرجنا عليها وشفناها في مباراه الاهلي اللي فاتت، لا فرقه كوره، فرقه تحسها فرقه من شمال افريقيا، لعيبه يعني ممكن تلعب معاها بسهوله جدا، ما عندهمش حته القوه المفرطه اللي عند اللي بتتميز بها افريقيا. النادي الاهلي يقدر يكسب هنا المباراه يعني مش عايز اقول بسهوله، لكن يقدر يكسب المباراه لو ابتدى يضغط على الفرقه دي من قدام. هي فرقه ما بتحاولش ان هي تشتت الكوره، ما بتحاولش تلعب كوره طويله، فانك تضغط على خط الدفاع من بدايه اللقاء وترغمهم على انهم يلعبوا كرات طويله، اعتقد الاهلي هيبقى له باع كبير جدا في المباراه. يعني من الطبيعي انك لما تلاقي فرقه زي دي، فرقه كوره، انك تضغط عليها في نص ملعبها، وان خطوطك كلها تبقى متقاربه، تفتح خطوطك بالزبط. مع فرقه زي دي بتلعب كوره وعندها نماذج من السرعات في الحته الاماميه، هتبقى عندك مشكله جدا كنادي اهلي. لان انت النهارده الباكين بتوعك اللي بتعتمد عليهم، ومستر كارتون النهارده بيعتمد على الباكين ان هم يعملوا حته الحته الهجوميه. فالنهارده عشان تشتغل بالشكل ده طول ال 90 دقيقه، انك بتجري 80 متر رايح جاي كباكين، هتبقى صعبه عليك جدا، هتبقى صعبه كبيره جدا. وان لعيبه نص الملعب بتاعتك تعمل التغطيه في كل كوره بيطلع فيها الباك، هتبقى صعبه جدا. لكن في تقليل مساحتك يا احمد شفنا واحده واحده، اعتقد الموضوع بيبقى سهل انت تكمل ال 90 دقيقه. سهله جدا، لان انت خلاص هتجري قليل، ولو ضغطت عليهم من قدام مش هتدي فرصه انك تجري كتير، يعني مش هتتعب. خاصه ان هم يعني فرقه الكوره لما بتضغط عليهم بتصعب عليهم الامور جدا. فرقه الكوره لما بتسيبهم مساحات وتديهم زمن بتبقى الامور سهله جدا بالنسبه لهم. والملعب هنا خد بالك هيبقى احلى من الملعب اللي هناك، وهم لعيبه كوره، فممكن لو سبت لهم مساحات يشتغلوا فيها لا ممكن يتعبونا شويه. وخد بالكم دايما يعني حافظين النادي الاهلي، يعني كورتين او ثلاثه اصلا المباراه اللي فاتت يطلع علي معلول يطلع احمد فتحي تلاقيه بيلعب الكره العكسيه، وتلاقي الثلاثه موجودين قدام، فالحته دي خطر جدا جدا عليك هنا في ملعبك. ما انا بتفق معاك كابتن اسامه. طبعا المباراه دي الحضور الجماهيري مهم جدا، ومن هنا برضو من ملعب الاهلي لازم ان شاء الله، واحنا متاكدين ان جمهور النادي الاهلي هم نفسهم جمهور النادي الاهلي هيكون متواجد ان شاء الله، هيكون سادي السلام يعني مليان على اخره يعني زي ما بيقولوا. وجود جمهور النادي الاهلي في الوقت ده مهم جدا. وانا كلاعب كره محتاج دايما الجمهور يكون معايا ويأزرني، هو ده الوقت اللي دايما يعني اللاعب بيحتاج فيه الجمهور. احراز الاهداف مهم جدا، خاصه الهدف اللي بيجي مبكر. النهارده شفنا في المباراه هناك في غينيا اتيحت فرص للنادي الاهلي، كان لازم استغل الفرص دي النهارده المباراه على ملعبي عشان اقدر اتي المباراه واقدر افتح فرقه حريه ويبداوا بقى يتحرروا من النواحي الدفاعيه، ان انا احرز هدف مبكرا. بعد ما احرز الهدف لازم ابحث عن الهدف الثاني. النهارده النتيجه
طول ما هي 1-0 في خطوره كبيره جدا عليا، ممكن حريه الكوناكري تجيب جول في اي وقت، فانا لازم اغطي الهدف بتاعي بهدف. دي نقطه مهمه جدا، حته الاستغلال الفرص، الاستغلال الكويس، وخاصه في بدايه المباراه الوقفه الدفاعيه اثناء وانا بهاجم دي مهمه جدا، خاصه من خط الظهر. محمد الشناوي عليه دور مهم جدا ان انا دايما اصحصح الناس اللي قدامي. تمام. اتمنى ان اللعيبه المصابه ترجع، وسعد سمير مصاب، عندنا مشكله في المساكين، عندنا الاصابات محمد ونجيب برضه مصاب. اتمنى ان حد منهم يتمثل للشفاء ويقدر يسد المكان ده، المكان ده مهم جدا. زي ما بيقولوا الكباتن، اتمنى ان احنا نلعب ضاغط في نص ملعب الخصم عشان نقدر نحرز هدف مبكر يقدر يربك حساباتهم ويبتدوا يلعبوا للهجوم، لان طبعا هم عارفين قيمه الاهلي وعارفين انهم هيلعبوا نص ملعب وهيلعبوا مدافعين شويه. فلازم نضغط من اول الجيم عشان نحطهم تحت ضغط مباشر، نقدر نجيب جون ونقدر نغطي الجون تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني كل توفيق للاهلي في المباريات القادمه. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك، ده انا الشرف ليا والكباتن الجمال اللي معانا. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن ميدو. نورت وشرفت. ربنا يخليك كابتن ميدو. ان شاء الله ان شاء الله. سعيد طبعا كابتن ابراهيم وكابتن بدال ومعاك طبعا. اكيد يعني وقتنا دايما بيخلص معاكم بسرعه. كل التوفيق للاهلي في ما هو قادم باذن الله. يوم السبت عايزين زي ما قالوا الكباتن يجهزوا استاد السلام وتلعبوا فريق حريه كوناكري باذن الله، يكون الفوز سهل وبسيط بالنسبه للنادي الاهلي زي ما هو معودنا دايما. اصحاب الزملكاويه اللي كل شويه بعت لي متصدر لا تكلمني، ان شاء الله راجعين قريب جدا ليكم. دايما احنا بنهزر ودايما يعني كده بنستفز بعض، لكن طبعا في الاول وفي الاخر الاحترام، كل احترام للجميع، ولكن يبقى الاهلي فوق الجميع. تصبحوا على خير. يعني الاغنيه دي بتلخص حاجات كتير جدا جدا. لما تلاقي حد كاتب كده في اي مكان متصدر لا تكلمني والكلام اللي احنا بنشوفه ده، اقول له انا الاهلي بس. يعني للاسف ساعات الكلام بيطلع يعني من ناس عاديين، لكن لما الكلام يطلع من ناس كبار، انا قصدي على الكبار دلوقتي اللي هم الكبار اللي هم الطول بالعرض، مش الكبار اللي هم الكبار في كلامهم، الكبار في افعالهم في تصرفاتهم، لان الناس دي بقت نادره قوي دلوقتي. انا بتكلم في اللي هم الكبار اللي هم بيفتكروا نفسهم كبار، الكبار اللي هو التخين والطويل والرفيع والجامد والطويل، الناس دي يعني في العموم. لكن الكبار بصراحه قالوا وقالوا قوي كمان، بقوا عمله نادره. الكبير اللي هو بتصرفاته بكلامه بمواقفه، الكلام ده كله للاسف قل جدا كمان. عشان كده دايما اقول لك اللي يقول لك انا فين ومتصدر ولا تكلمني وبتاع، اقول له انا الاهلي، لان الاغنيه دي بتلخص حاجات كتير جدا وممكن كمان ترد بيها على اي حد في اي وقت. ارحب بضيوفي الكرام عشان نتكلم في كل التفاصيل اللي حضراتكم بتسالوا عليها. الكابتن الكبير نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن ابراهيم عبد الصمد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابو كابتن. منور الدنيا. عامل ايه؟ الحمد لله والله. كله تمام؟ الحمد لله. ايضا النجم الجميل، النجم المحبوب لكل الاهلاويه، نجم مصر والاهلي اسامه حسني. منور الدنيا يا استاذ. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، وسعيد ان انا موجود معاك النهارده، وطبعا برحب بالكابتن ابراهيم عبد الصمد. ربنا يخليك يا استاذ. شكرا يا حبيبي. انا بقى دي اول فرصه اقابلك فيها، ابارك لك على برنامج جديد وان شاء الله يكسر الدنيا باذن الله. ان شاء الله. يعني فكره حلوه وفكره جميله، واعتقد ان كل مصر محتاجه الفكره بتاعتك دي. طبعا الناشئين والاشبال وقطاعات الناشئين دايما محتاجه مننا الدعم والرعايه، ان فعلا مصر مليانه بالمواهب، فلازم يعني نسلط الاضواء ونلقي الضوء على المواهب دي، ان هي دي امل مصر خلال الفتره الجايه، سواء يعني في كل المنتخبات او في كل الانديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني هنتكلم في المباريات اللي لعبت بالامس كمان ومباراه النهارده كمان. الاسماعيلي قلت تلقى خساره كبيره جدا من طلع الجيش، 3 اهداف ممكن تطيح بالجهاز الفني نادي الاسماعيلي بقياده نور الدين مضوي المدرب الجزائري. ايضا السموحه بيتعادل مع الزمالك 1-1 بعد ما كان سموحه ممكن يقتنص 3 نقاط غاليه جدا. شايف الدوري الاسبوع ده ازاي يا كابتن، او لغايه دلوقتي ازاي؟ لا، المستويات بقت متقاربه جدا سواء في القمه او في الوسط، واغلب الماتشات بتنتهي بالتعادل، وده يدل على تكافؤ الفرص بين كل الفرق.
يا دوبك في ثلاث اربع فرق مستواهم متميز اكتر من الباقي. يعني النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته، نادي الزمالك ماشي بخطى ثابته وبيقدم مستوى متميز عن الاعوام السابقه، نادي بيراميدز الحقيقه بيضم مجموعه من اللعيبه المحترفين الممتازين، وهو الحقيقه يعني كويس قوي انه تعاقد مع مجموعه من اللعيبه المتميزين بيقدموا لنا كره متميزه وعملوا سخونه في الدوري العام، بحيث بقت المنافسه بين اكتر من ثلاث اربع فرق بعد ما كانت محصوره بين الاهلي والزمالك بس وواحد منهم اللي بيكسب، بقت في اكتر من فرقه. سموحه برضو بيقدم الحقيقه مستوى متميز بقياده علي ماهر، فكل ما الفرق بتبقى بتضم مجموعه من اللعيبه المحترفه ومجموعه من اللعيبه المصريين المتميزين، كل ما بيتقدم مستوى متميز في الدوري، وكل ما الدوري بيسخن، وهو فعلا سخن من الاسبوع الثاني او الثالث ابتدت السخونه تزيد وابتدى المستوى الحقيقه يتقدم باستمرار الحقيقه. اكيد برضو اخد رايك كابتن اسامه في شكل الدوري قبل ما ندخل في تفاصيله. لو شفنا شكل الدوري مختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت. في فرق زي فرقه الاسماعيلي السنه اللي فاتت ادت اداء رائع، استحقت المركز الثاني السنه اللي فاتت عن جداره رغم الظروف اللي حصلت لها، تغيير المدير الفني وساب الفرقه في وقت صعب، سافر راح اوغندا، لكن كان الاسماعيلي عنده القوام الرئيسي اللي يقدر يشيل، كان عنده في محمد عواد، كان في بهاء مجدي، كان في كالدرون، ابراهيم حسن، تحس ان ده العمود الفقري بتاع الفريق. النهارده الاسماعيلي بيفتقد للعناصر المهمه دي، فالسنه دي كنا متوقعين من اول الدوري برغم ان بدا البدايه بتاعته خير الدين مضوي بتعادل مع النادي الاهلي وادى اداء رائع، لكن كنا عارفين بعد كده ان بطوله الدوري محتاجه عناصر في الملعب ومحتاجه دكه بره. الاسماعيلي كان يفتقد العناصر دي، طبعا الغيابات كتيره اللي مش موجوده السنه دي، التدعيم ما تمش بالشكل اللي ممكن يحط الاسماعيلي في المكانه السنه دي زي السنه اللي فاتت، فكان متوقع ان الاسماعيلي يمر بالعصارات دي ولسه هيقابل مطبات خلال برضو الفتره الجايه. عجبتني مباراه كانت امبارح بين الانتاج الحربي والاتحاد السكندري، يعني دي لو احنا اتكلمنا عن مباراه الدوري، لا يعني لو قلنا مباراه الدوري للاسبوع السادس دلوقتي والاسبوع السابع، لا من احلى المباريات اللي اتلعبت، مباراه كان فيها نديه برغم ان المباراه كانت في ملعب الاتحاد السكندري، لكن ما تحسش مين صاحب الملعب، الاتحاد والانتاج الحربي، مباراه نديه بين الفرقتين، كانت مباراه بره الخطوط زي جوه الملعب. كابتن مختار والكابتن محمد عمر، كان فيها اثاره، كان فيها هدف حلوه، خالد قمر جاب هدف حلو جدا شالها من فوق الحارس المرمى وكان فيها مهاره عاليه جدا، هدف التعادل انتاج الحربي رجع في الدقيقه حوالي 80 وراح 80. احنا هنتكلم بالتفصيل لا انا بديك ملخصات بس، هو اتكلم عن كله لسه عن شكل الدوري بس. دي لك دي المباراه صراحه اللي عجبتني من احلى المباريات اللي اتلعبت، كانت هي الاتحاد والانتاج الحربي. طبعا الدوري السنه دي دوري قوي قوي بالفرق اللي فيه، قوي بالاثاره بتاعت الحكام الغريبه جدا اللي احنا بنشوفها باحداث وكل اللي بيحصل فيها. شايف ان فريق زي بيراميدز فعلا زي ما قال الكابتن ابراهيم عمل منافسه جديده للدوري في مصر، ولا شايف الموضوع ازاي؟ علشان تقدر تحكم على تجربه زي دي لازم تديها وقتها. انا بتكلم لغايه دلوقتي، انا معاك طبعا لازم تديها وقتها. النهارده انت عمر الدوري خمس اسابيع، ست اسابيع، سبع اسابيع، ده لسه مش مقياس. لسه سخونه الدوري بتبان كمان في الدور الثاني اقوى، اكيد بتبان في الدور الثاني اقوى، لكن لو احنا لسه بنشوف ترتيب الجدول دلوقتي، الاهلي لسه يعني التركيز الاكبر دلوقتي في افريقيا، ان شاء الله لما يرجع ثاني يستعيد بطوله الدوري ثاني ويبدا يشتغل في الدوري هتلاقي الجدول الشقلب ثاني مره ثانيه يعني، وهنشوف النادي الاهلي في المكانه اللي دايما جماهيره يعني بتحبه دايما يبقى فيها يعني. انا قلت قبل كده، انا قلت يعني الاهلي كان مسافر في فرصه للانديه ان هي تتسابق على المركز الاول. خلي بالك برضو حاجه كابتن ميدو، السنه ان شاء الله السنه دي بامر الله النادي الاهلي ياخد الدوري، المنافسه هتبقى على المركز الثاني بين انديه كتير برضو؟ لكن ان شاء الله المركز الثاني، لكن الاهلي ان شاء الله يبقى برضو هو الموجود في الاول ان شاء الله. عايز ضم فرقه الانتاج الحقيقه، انا نسيت وانا بتكلم على الفرق المتميزه وبتقدم مستوى جيد، بتروجيت والانتاج الحقيقه بيقدموا مستوى جيد جدا مع مختار وطارق يحيى الحقيقه، يعني عاملين سخونه للدوري وبيقدموا مستوى متميز الحقيقه، مجموعه متميزه في بتروجيت، طارق يحيى عارف يجمعهم مع بعض وعارف يعمل توليفه
جيده جدا، بتقدم كره جميله الحقيقه. مختار برضو بيقدم مستوى متميز مع الانتاج، ومن ماتش لماتش بنشوف تقدم في المستوى حقيقة. وانا مع اسامه ان الامور هتحسن في الاخر، بس ان شاء الله باذن الله الاهلي برضو هو الاول والباقي ينافس على المركز الثاني. حقيقه انا بتكلم في التجربه لما اتكلمت على بيراميدز، بتكلم لغايه دلوقتي يعني، احنا لسه زي ما كابتن اسامه وكابتن ربيب بيتكلموا، طبعا عشان تحكم على التجربه لازم تديها فتره طويله جدا، ولازم كمان زي ما اسامه قال الدور الثاني بيبقى مقياس كبير جدا انت فين، طبعا اللي بيحصل مباريات صعبه جدا بالظبط بالظبط. لكن انا بتكلم لغايه دلوقتي في حلاوه الدوري، بصرف النظر عن الاجواء المحيطه ببيراميدز، وان في مش عارف ايه بيدعم ومش عارف مين بيعمل ومش عارف ايه، لكن عامل طعم وعامل شكل في الدوري، عامل منافسه، ومنافسه حقيقيه كمان تخلي كمان الاهلي يجي دلوقتي عايز ان هو معاش الزمالك بس، معاش الاسماعيلي بس، في فرقه ثانيه طالعه لغايه دلوقتي متصدرين الدوري لغايه دلوقتي على الورق. لكن برضو لسه الاهلي زي ما اسامه قال لسه كان مسافر، والاهلي جاي وعنده افريقيا ان شاء الله يرجع وياخد مكانته الطبيعيه زي ما قال نجومي الكرام ويحسم الدوري. اتمنى طبعا زي ما الكابتن اسامه حسني بيقول يبقى المنافسه على المركز الثاني. انا يعني معاك الاخر. هو الاهلي طبعا عشان بيشترك في اكثر من بطوله، فالامور بتدور، الكابتن بيدور اللعيبه بطريقه احترافيه جميله، ما تقدرش تثبت التشكيل في 11 واحد بس بيلعبوا، لان بتلعب في افريقيا، بتلعب في دوري عام، بتلعب في البطوله العربيه، فمحتاجه شويه وقت طويل زي ما قال اسامه، وانا برضو متفق معاه ومعاك يعني كمان لما كتير. تستقر الامور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يقدر يحقق المركز الاول ان شاء الله. اكيد يعني النهارده كان في مباراتين زي ما قلت لحضراتكم، واذكر حضراتكم بنتائج تاني طلائع الجيش والاسماعيلي. طلائع الجيش كسب ثلاثيه نظيفه، ودي المره يعني الزمالك في الاعداد المرونين، دي المره 16 في تاريخ نادي الاسماعيلي يخسر بنتيجه 3-0. سموحه والزمالك، وسموحه يعني فقد ثلاث نقاط او فقد نقطتين عشان نكون بس يعني بنتكلم بالظبط، نقطتين غاليتين جدا في مشوار سموحه في الدوري الممتاز بقياده علي ماهر. امبارح كان في مباريات زي ما قال الكابتن اسامه حسني، مباراه الاتحاد السكندري والانتاج الحربي ما تعرفش كانت بتلعب فين، 1-1 استاد اسكندريه. انا بقول يعني سكندرية. في شكل المنافسه ما تعرفش هو في ملعب الانتاج ولا ملعب الاتحاد السكندري. بتروجيت والداخليه ايضا 1-1. المكون العرب وبيراميدز المباراه اللي هنتكلم فيها كتير عن الحكام وعن مستوى التحكيم وعن الشكل التحكيمي وعن الرؤيه التحكيميه المستقبليه في الفتره اللي جايه، انتهت بفوز بيراميدز بهدف لا شيء، هدف غالي جدا احتلوا بيه صداره الدوري الى الان. مصر المقصه وحرس الحدود 3 أهداف مقابل لا شيء لمصر المقصه، نتيجه برضو كويسه وتقيله جدا تخليك تحتار في مستوى حرس الحدود هل هو نازل تاني ولا هيستنى، لكن شكله كده لا. طلائع الجيش والاسماعيلي 3-0، سموحه والزمالك 1-1، دي المرتين اللي اقيموا اليوم. بعد هذه النتائج هنتكلم في كل النتائج وهنتكلم في كل الاحداث اللي دارت حول المباريات، لكن بعد هذا الفاصل لاستقبال النجم احمد بدر. بحضراتكم من جديد، نورنا شرفنا النجم احمد بلال، نجم مصر ونجم النادي الاهلي وهداف مصر والاهلي كمان، منور الدنيا جدا. ربنا يخليك كابتن ميدو. انا كابتن ميدو وكابتن عبد الحميد، انا اعزي واحد فيهم. لا اصل ميدو عشان لو عبد الحميد هنضيع وقت الحلقه. متاخر ليه؟ اتفرج على الماتش. ماتش كان جامد. حلو قوي بصراحه. والحمد لله ان ليفربول يعني الحمد لله عشان صلاح يعني يكمل. الماتش صعب قوي هناك. طبعا فرقه تقيله جدا باريس سان جيرمان، الماتش كان حلو قوي بصراحه رايح جاي، بس الغلبه طبعا كانت ليفربول النهارده، هي فرقه صعبه جدا على ملعبها، يعني صعب ان حد يكسب ليفربول على ملعبه سواء اذا كان في بطوله الدوري الانجليزي او في بطوله اوروبا يعني. تمام، يعني بتتفرج على الماتشات وانت بتلعب استيميشن ولا من غير استيميشن؟ والله كل واحد وامكانياته. ايوه انت برضه لازم اطمن عليك برضه، انت كنت هداف جامد، اعرف برضه في الاستيميشن ترتيبك ايه. لا هداف برضه، لا لا بطلع الاول اكيد. يعني قبل كابتننا طبعا كابتن ابراهيم وكابتن اسامه طبعا، يعني شرفني طبعا اكون موجود معاهم النهارده طبعا، ومعاك طبعا اكيد.
اكيد يا بلال، كلكم منورين وكلكم نجوم تنور اي مكان، وطبعا بيتكم يعني منورينه في اي وقت. قبل ما تيجي كنت بسال الكباتن الكبار كابتن ابراهيم وكابتن اسامه عن شكل الدوري حتى هذا الاسبوع، شايف ازاي الدوري؟ بص، الدوري العام دوري قوي، يعني الدوري العام المصري دوري قوي. الفرق استعدت، في فرق استعدت بشكل جيد جدا. كان ترتيب الدوري اذا كان اهلي زمالك الوافد الجديد بيراميدز الانتاج الحربي اللي بيعمل بيحقق نتائج مبهره، ودي مش جديده على الكابتن مختار مختار لما بيمسك فرقه بيعمل معاه شغل هايل جدا. النهارده برده سموحه بيعمل نتيجه جيده جدا. فالدوري المصري اصبح يعني كمان مع طله الجمهور هيبقى افضل من كده بكتير جدا. برده الفرق الكبيره النادي الاهلي برده محتاج جمهور يبقى موجود معاه في المباريات، اذا كانت مباريات في افريقيا او مباريات في الدوري العام، بتفرق كتير جدا مع الفرق الجماهيريه. وجود الجمهور هيدي للدوري برده طعم اكبر من كده، ولكن أكيد. الدوري الى الان دوري متميز جدا، افضل. انا شايف ان البدايه دي افضل من بدايه السنه اللي فاتت بكتير جدا. ينتظر بس طبعا ينتظر الدوري عوده النادي الاهلي طبعا للوضع الطبيعي. هو عنده تمرين مباراتين مؤجلتين بالنسبه للنادي، ثلاثه مؤجلين بالاسبوع ده، يبقى ثلاثه مؤجلين بالنسبه لو كسب النادي الاهلي يعتلي برده صداره المجموعه بفرق عن كل الفرق. ويبقى الدوري برده ساخن للنهايه، يعني حتى البدايه بتاعته بدايه سخنه وحلوه، ما تعرفش مين هيكسب مين. الفرق كلها بقت مستعده بشكل جيد الا الفرق اللي ما استعدتش من بدايه الدوري. يعني في فرق ما استعدتش اصلا جيد اللي هي موجوده دلوقتي في المؤخره، لكن كل الفرق يعني ابتداء من الاول لحد مثلا السابع او الثامن كلها فرق مستعده، كلها فرق عندها امكانيات، لعيبه كلها جيده جدا. اكيد. يعني تعالى ندخل في اجواء اللقاء. كابتن ابراهيم عايز اتكلم عن ماتش الاتحاد والانتاج الحربي، والكابتن اسامه اتكلم لكن هنتكلم عليه بالتفصيل. انتهى 1-1 الاتحاد في المركز ال 18 بقياده محمد عمر مع الحفظ الالقاب. الانتاج في المركز الثالث بقياده مختار مختار. شايف المباراه كانت ازاي وشايف ترتيب الفرقتين لغايه دلوقتي ازاي؟ لا، محمد عمر الحقيقه يعني عمل طفره في نادي الاتحاد. الحقيقه نتائج متميزه سواء في البطوله العربيه او في البطوله المحليه. برضه مجموعه متميزه جدا، قدر يجمعهم وقدر يعمل بيهم نتائج كويسه، وطلع بنادي الاتحاد بعد ما كان نادي الاتحاد بينافس دايما على الهبوط في الاسابيع الاخيره. ابتدى الاتحاد يبقى في النوادي اللي هي الست سبعه في المقدمه، فالحقيقه عمل طفره جميله. اما مختار الحقيقه زي ما قالوا الكباتن، اي فريق بيمسكها الحقيقه بيقدر يعمل معاها نتائج كويسه. الحقيقه مدرب متميز وبيقدم نتائج جيده جدا، وبيعرف يختار اللعيبه وبيعرف يحطهم في البوزيشن الاصلح ليه، تمام. وبالتالي بيقدر يعمل نتائج جيده جدا مع الفرق، وهيبقى في الاربع فرق الاولانيين. اكيد كل الماتشات بتاعته النوادي ابتدت تعمل حسابها على فريق الانتاج، وده يزود الماتشات صعوبه، وكل ماتش للانتاج بيبقى جيد المستوى. يعني مستوى فوق المتوسط نظرا لما يدوم من لعيبه مهاراتهم عاليه جدا. تمام. تعالى قبل ما اتكلم على شكل الدوري يا كابتن اسامه وعلى الماتشات اللي اتلعبت، وانتوا طبعا اثنين هدافين كبار جدا، شايف الفرود المصري او الاسترايكر المصري شايفه ازاي لغايه دلوقتي برضه؟ احنا لو اتكلمنا عن المهاجمين كان في مشكله عندنا طبعا في المهاجمين خلال الفتره اللي فاتت، نظرا لو انت شفت كل الانديه في الدوري الممتاز سواء اهلي زمالك اسماعيلي حتى ممكن تشوف تقول الداخليه، يعني كل الانديه هتلاقي كل المهاجمين اللي يعني بيتم الدفع بيهم مهاجمين اجانب. فكان بالزبط. طبعا في مشكله بالنسبه لمنتخب مصر، كانت بالنسبه لكوبر، كان بالنسبه لاجيري في حته المهاجم. ودي طبعا تبقى حاجه يعني استثماريه للانديه. النهارده بجيب مهاجم اجنبي بيتم الدفع بيه ممكن بسعر قليل، ممكن بعد كده ببدا اسوقه، فدي بتبقى حاجه تسويقيه للانديه او للانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، اللي بتم برضه الاستعانه بمهاجم اجنبي ان انا ممكن بشارك في بطولات كبيره زي افريقيا، زي عندنا البطوله العربيه. فانت النهارده برضه كدعم للنادي، فكان عندنا مشكله في حته المهاجمين. طبعا برضه طرق اللعب، نظرا كنا زمان بنلعب طريقه 3-5-2، فانت كان دايما عندك، واحنا في النادي الاهلي كنت انا والكابتن احمد بلال بنلعب في اوقات معينه بتلاقي اثنين مهاجمين، فكان عندك هتلاقي بره على الدكه في اثنين مهاجمين. فدلوقتي طرق اللعب حتى اختلفت، بقت تلعب 4-2-3-1، فبقى كل طرق اللعب القادمون من الخلف، فتلاقي معظم التشكيله كل اللي جاي من تحت، تلاقي دايما عندك المهاجم المحطه او الافريقي القوي اللي يقدر يقف على كورته او تتحط له في مساحات، فبقى شكل المهاجم
اختلف عن زمان. زمان انت بتحتاج المهاره الموهبه اللي بيخلص من اقل فرصه في ال 18، لا انت دلوقتي عايز السريع القوي اللي يقدر ينقل الفرقه بسرعه في مساحه في الملعب الثاني، فشكل حتى المهاجم اختلف بالنسبه لطرق اللعب. لكن في مصر لسه ما زال عندنا برضو مهاجمين مميزين، برغم ان احنا بنتكلم بنقول في مهاجمين افارقه واجانب في الدوري المصري، لكن عندنا برضو في وجوه صاعده زي صلاح محسن من الوجوه الصاعده، لاعب صغير كمان عنده مميزات وهداف دلوقتي تمام، وفي احمد علي من المولين العرب، في محمد رجب من انتاج الحربي، شفناه في مباراه الانتاج والاتحاد السكندري، نزل لسه في اول لمسه بيرتقي وبيحط الكره بدماغه وبيوجهها توجيه. في عندنا برده ممكن يتوظف في الحته دي طاهر محمد طاهر. لا عندنا برده في الحمد لله الدوري المصري افرز عناصر خلال الفتره اللي فاتت والاسماء اللي فاتت بمهاجمين مميزين. يعني ايه رايك يا كابتن؟ انا اتفق مع اسامه يمكن بشكل كبير، اضيف للكلام ده ان طرق اللعب الدفاعيه هي اللي اجبرتك ان انت ما تلعبش، ما بقاش في فرواده موجودين في الوقت الحالي. يمكن يعني الطريقه اللي بيتلعب بيها دلوقتي في العالم كلها 3-4-4-2-3-1 او 4-3-2-1، الطريقه دي انا من وجهه نظري الفرق اللي بتهاجم بتستخدمها في اللعب الهجومي، الفرق اللي بتدافع بتستخدمها كلها. كنت لسه هقول لك تمام، هي طريقه ممكن تقلبها دفاعيه زي ما انت عايز، دفاعيه هجوميه، ما هي بتتقلب 4-5 هي في الحاله الدفاع بتتقلب 4-5-1 خلاص. فانت بالنسبه لك بقى الفرود بالنسبه لك عايز واحد قوي، عايز واحد سريع بيلعب على الهجمات المرتده، ما بقتش محتاج الفرود اللي هو بينتظر الكرات العرضيه اللي بتحرك التحركات القطريه اللي بيشتغل حاجات واحد ضد واحد، مش هتلاقيه دلوقتي في الدوري المصري. فكل التفكير دلوقتي بالنسبه للفرق الصغيره اللي هي بتقلب الطريقه من طريقه هجوميه لطريقه دفاعيه، ان انت النهارده عندك عايز مقاومات فرود ليه مقاومات مختلفه شويه، عايز واحد عنده سرعه جباره، عايز واحد قوي جدا، مش مهم المهارات الفرديه بالنسبه له، المهم ان هو ينقل فرقته بشكل سريع ويلعب على هجمه مرتده سريعه. ده اللي احنا النهارده يمكن شفناه اسامه النهارده مباراه الزمالك وسموحه النهارده، سموحه خلاص هو ابتدى هو راسم شكل الجيم انه يلعب على هجمه مرتده سريعه، عشان كده عنده اثنين افارقه سرعه جدا موجودين في الحاله الهجوميه. هي الفرق عملت هي اشتغلت بالشكل ده، ان انت في الحاله الدفاعيه بتاعتك محتاج فرد مختلف. النهارده بالنسبه للنادي الاهلي او الزمالك او الفرق الكبيره اللي بتلعب على دوري عام ممكن تقلب الطريقه لطريقه هجوميه، عشان كده دايما بيلعبوا باثنين اطراف، ممكن واحد فيهم يبقى فرد صريح وبالاضافه للفرود اللي موجود عندك. الفرق الكبيره ممكن تكون معذوره بعض الشيء زي ما اتكلم اسامه وقال ان هو عنده بطوله افريقيا، عنده البطوله العربيه، عنده بطوله الكاس، عنده بطوله السوبر، عنده بطوله الدوري الكبيره، فممكن يتم الاستعانه بفرود من افريقيا، فرود من الدول العربيه، ممكن يبقى عنده فرود. لكن النادي الاهلي برضه عنده 3-4 فرود موجودين مصريين، عنده صلاح محسن، عنده مروان محسن، عنده محمد شريف، الثلاثه دول موجودين بيلعبوا فرود، ممكن اي واحد من الثلاثه يخش ويتم تغيير الطريقه ل 4-4-2 في بعض الاوقات. مستر كاردينو لعبها السنه دي، لعب الطريقه دي السنه دي، حول في بعض الاوقات الطريقه من 4-2-3-1 ل 4-4-2، استخدم اثنين فراوده في بعض الاوقات ونجحت، وشريف سجل برضه هدف فيها في مباراه الاسماعيلي، وكان شكل النادي الاهلي اتغير في طريقه اللعب. فالنهارده الفرق الكبيره ممكن يبقى عندها اثنين فراوده وثلاثه، لكن مش هيبقى عندنا خمسه وسته زي ما كان زمان. يعني احنا كنا زمان يا اسامه، انا واسامه وعماد متعب وفلافيو وكان ورضا الونش، يعني انت بتلاقي انت بتلاقي اثنين في الملعب واثنين بره، فانت عندك مساحه في التشكيل. هو ونش لا هو ونش عادي، رضا ونش ونش جامد. بس عايز اضيف لكلام الكباتن في نادي الزمالك بالذات، هم بيستعملوا كاسونجا كراس حربه وبيستعملوا يوسف امامه وسط ملعب. انا بيتهيألي لو التبديل حصل العكس، يوسف اوباما هو اللي بقى في القلب وكاسونجو بقى تحت، هنقدر نستفيد باوباما ده اكثر استفاده، لان كل الخطوره بتيجي من اوباما لما بيكون في مركز راس الحرب، ولما بتحطه على الطرف ما بيفيدش نادي الزمالك كتير. فممكن نستخدم اوباما كراس حربه ونضيفه للناس اللي احنا بنعدهم ان شاء الله باذن الله المنتخب مصر. ممكن ده. ممكن يعني ممكن. عايز تكمل حاجه؟ انا هنتكلم. انت طبعا فتحت نقطه انا بحب اتكلم فيها مع النادي الاهلي تحديدا، واستغلال باتريس كالترون لصلاح محسن، بس بيستغله كمهاجم تاني، هل ممكن يستغله على الاطراف مع ازارو مع مروان؟ ممكن يستغل الثلاثه، نتكلم فيها بس بعد ما نخلص ماتشات الدوري، لانها نقطه مهمه جدا وممكن تفيد النادي الاهلي. ليه لا يعني؟ كابتن، ماتش احنا قلنا ماتش الاتحاد والانتاج انتهى بالتعادل 1-1، وقلنا موقف الاتحاد في المركز ال 13. حضرتك قلت لي ان الكابتن محمد عمر عامل موسم ولا اروع، مع انه في المركز ال 13، لكن طبعا لسه بدري. كابتن مختار قلت لي الفرقه تعمل له الف حساب بعد كده، هيزداد صعوبه الماتشات عليه ولا الموضوع شايفه ازاي؟ وهل هم هيكملوا
لا هيكملوا لان من ماتش لماتش بيزيد انتاجيه وبيقدروا يجيبوا اهداف في اوقات متاخره، حتى لو هو كان متاخر بهدف او حاجه الروح القتاليه بتاعتهم بتظهر وبيقدروا يعوضوا الاهداف اللي بتيجي. فهيلاقي صعوبه بس هيقدم موسم كويس. انا قلت لك على محمد عمر بيقدم اداء كويس او النتائج مش مساعداه، انما مع توالي المباريات هتلاقي المستوى بقى احسن وهيقدم نتائج احسن. شغلاهم البطوله العربيه شويه يا كابتن؟ هي شغلاهم البطوله العربيه لانهم مش متعودين على يعني النادي الاهلي متعود انه يشتغل في اكثر من بطوله. الدكه بتاعته بتبقى بتضم عناصر كلها جيده. فلما بيعمل تدوير للعيبه الفروق ما بتبانش كتير. انما في نادي الاتحاد طبعا الدكه مش زي الناس الاساسيه أكيد. فبالتالي لما بيشتغل في بطولتين مع بعض العمليه بتاثر مع، عشان كده النتائج مش مساعده شويه أكيد. انما النتائج جايه ان شاء الله ان شاء الله. بس طبعا برضه يا كابتن ميدو يعني اضافه للكابتن ابراهيم بالنسبه لحته الاتحاد والتاج الحربي، الاتحاد كان على سنين طويله كان دايما بيجي في الاخر وبيعاني وحته الهبوط ويتبطل. السنه دي لازم نحيي برضه الحاج محمد مصلحي في الاستقرار الفني المهم جدا لاي فريق، خاصه السنه اللي فاتت الكابتن محمد عمر موجود، الكابتن مختار في الانتاج الحربي موجود، فانت هنا في استقرار فني في الاتحاد والانتاج الحربي. فعشان كده احنا شايفين الاتحاد شكله السنه دي حتى بالرغم انه خسر من الزمالك بخماسيه، لكن حصلت عمليه الافاقه بتاعته واسترداد الثقه بعد مباراه الزمالك بيتعادل مع الترجي هنا في مصر 1-1، بيعمل برده مباراه كويسه ويتعادل مع الترجي 2-2 وبدا ياخد خطوات لقدام. برده نفس الكلام تاج الحربي ماشي بخطوات ثابته مع كابتن مختار، فده نتيجه الاستقرار الفني ان اثنين مدربين اشتغلوا مع فرقهم السنه اللي فاتت انهوا الموسم معاهم. فالنهارده كل مدرب عارف فريقه وعارف التدعيمات اللي هو محتاجها في الموسم اللي فات، فعشان كده احنا شايفين الاتحاد وانتاج الحرب السنه دي شكل مختلف تماما. طيب قبل ما نروح لماتش بتروجيتو الداخليه معايا النجم محمد ابراهيم نجم اسكندريه ونجم الاتحاد السابق والمدرب العام الحالي لنادي الاتحاد. كابتن محمد اهلا بيك. حبيبي كابتن حميد اخبارك ايه؟ وبمسي على كل الاخوه اللي معاك. معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد طبعا نجوم مصر، الكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني بيسلموا عليك. حبيبي سلم لي عليهم كلهم. يا ربنا يخليك. كنا لسه بنتكلم على مباراه. اتفضل. ميدو انا مدير الكوره مش مدرب العام. انا اسف انا بس انا اصل انا نفسي تبقى في انت عارف فاللي جواها بيطلع معلش. مدير الكوره عموما انت في اي مكان يا كابتن محمد انت عارف انا ما بجاملكش اي مكان انت بتسد فيه وتبقى يعني قدها وقدود. كل التوفيق ليك ان شاء الله. كنا بنتكلم على مباراة الاتحاد والإنتاج وقلنا إن الاتحاد اتعادل إيجابيا 1-1، شايف التعادل إزاي يا كابتن محمد؟ هو سؤال متأخر شوية لكن هو سؤال علشان اللي جاي. لا يعني بص المباراة يعني يمكن الشوط الأول إحنا استسلمنا المباراة وكنا متقدمين بهدف. فده يمكن أثر علينا شوية في الشوط الثاني إن إحنا المباراة إحنا متحفظين على أكثر فترات المباراة وضيعنا أهداف. وبالتالي يمكن امور الشوط الثاني اتقلبت شويه وهم احرزوا هدف التعادل مع ان احنا برضه ضيعنا اهداف، لكن انت مجهد من السفر والرجوع وماتش اتحرز وبعدين ماتش الانتاج يعني عندك ماتشات ورا بعض، لكن الحمد لله في النهايه انت برضه الاداء معقول، ولكن يمكن احنا الاداء بيجي في فتره الشوط الثاني يتراجع سنه اخر فترات الشوط الثاني. عندنا امل ان شاء الله الفتره اللي جايه عندنا كام مباراه على ملعبنا، عندنا مباراه الداخليه اللي جايه وبعد كده عندنا مباراتين على ملعبنا، مباراه مؤجله وبعد كده مباراه الدجله المؤجله وبعدين الجونه، فان شاء الله يعني نحقق نتائج طيبه في الفتره اللي جايه. يعني مستقرين الحمد لله في ادائنا لكن ان شاء الله النتائج تتحسن الفتره اللي جايه. اكيد يا كابتن احنا نفسنا انت عارف الاهلاويه بيحبوا دايما سيد البلد يبقى يعني فوق. يخليك. دايما الاتحاد لسه كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تدخل معانا كان الكابتن اسامه حسن بيتكلم دايما الاتحاد بيعاني في اخر الدوري، حاطط في دماغك الحته دي وعايز تتلاشاها من بدري؟ وهل دخولك في البطوله العربيه واعتقد كمان انتوا عندكم طموحات كبيره في البطوله العربيه، هل الموضوع ده ممكن ياخد من شكل الدوري شويه؟ بص يا كابتن هو هقول لك حاجه، هو السنه اللي فاتت يمكن في 6 مباريات احنا ضاعوا منها في اخر سنه، 6 مباريات بالظبط يعني في الدقيقة 94، الدقيقة 93، الدقيقة 95 وهكذا، 6 مباريات.
السنه دي يمكن برضو في ماتشين اللي هم الحرس وال 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 والمقاولين، ثلاث ماتشات حرس والمقاولين والانتاج كنا متقدمين وبيحصل التعادل بالظبط. لا يعني ان شاء الله تتعالج. كابتن عمر بيحاول يعالجها الفتره دي وبيحاول ان هو يشتغلوا على الـ على الـ على الموضوع ده الشوط الثاني. يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نعدي المرحله دي. دوري صعب قوي السنه دي، الفرق كلها اعتقد حصلت نقاط بدري فنتمنى ان شاء الله ان احنا نحصل نقاط في المباريات اللي جايه، ان احنا نعدل شكلنا شويه في جدول الدوري. يا رب يا كابتن. كابتن محمد مدير الكوره، يعني بعيد شويه عن الفنيات ولا بعيد خالص ولا ساعات بتتدخل يعني بصفه اخويه؟ لا يعني هو طالما انت في المجال وانت قريب من الموضوع كابتن مدير، زي ما حضرتك عارف كده ان انت مش بعيد، انت بتبقى ليك حاجه طبعا اخويه، هي الاخيره دي هي اللي الكابتن عمر، انا وهو طبعا كابتن عمر اخونا الكبير اكيد طبعا. انت عارف طبعاً العلاقه طبعاً اللي بيننا يعني الحمد لله علاقه طيبه اكيد. فانا بيبقى استشاري يعني، ما انا مجرد استشاري مش انا بنزلش الملعب ما بحضرش تدريبات، لكن بيبقى الواحد بيبقى ليه رؤيه ان هو يشايفها بقولها وهو الراجل بيتقبل يعني قراره في الاخر هو قراره في النهايه. طب يعني ما حنتش للتدريب؟ اكيد 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 يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني واحده واحده. انا في وضعي دلوقتي ومكاني انا مركز فيه كويس قوي والله يعني عارف مش شاغل بالي باي حاجه غير ان انا اركز في المكان اللي انا فيه واحاول انجح في المكان اللي انا فيه ايا كان، يعني طالما وافقت على المكان اللي انا فيه ده فانا بحاول ان انا انجح فيه اكيد. وبالتالي انا مش ما بفكرش في اي حاجه ثانيه غير في المكان ده دلوقتي. تحياتنا يا كابتن وتمنياتنا لكم بالتوفيق وترضوا كل الجماهير الاسكندرانيه اللي ما عندهاش يعني حاجه برضو زي جماهير الاهلاويه شويه كده ان هي عايزه تكسب وعايزه تكسر الدنيا، ان شاء الله تعملوا معاهم وترضوا طموحهم باذن الله كل اللي هم عايزينه وكل اللي انتوا عايزينه. تحياتنا للكابتن محمد عمر وكل الجهاز الفني وتحياتنا لكل الاسكندرانيه. شكرا جدا على المداخله. ايه تدريب لما تكون مدرب ومدرب يعني عندك خبرات كبيره جدا وفجاه تبقى مدير كوره، إيه الاحساس بقى ازاي؟ هيتدخل 100% يعني انا حاولت اطلع يعني هيتدخل فنيا يبدي رايه للمدير الفني، انما المدير الفني هو ليه السلطات الاكبر بحيث ياخد برايه او ما ياخدش برايه، انما لازم هيدي رايه كمدير كوره وهو كان مدرب قبل كده لازم هيدي رايه للمدير الفني. ما انا بالظبط المدرب احيانا المدرب المساعد بيبقى عايز اعرف بيبقى شايف حاجه من وجهه نظري يعني بشوف كتير يعني ببقى عايز يتدخل هو كمان بس خالص. انت في الاول وفي الاخر انت بترتبط ان انت عندك مدير فني هو صاحب القرار، انت رايك استشاري يعني تمام. ممكن تبقى انت لخبراتك الطويله موقف في المباراه، لان خد بالك برضو المدير الفني عامل زي لا من وجهه نظري انا ما عشتش الحته دي، كان الكباتن كابتن ابراهيم كابتن اسامه عاشوا الحته دي. ممكن المدير الفني برضو بقى عنده ضغط شديد جدا ضغط كبير جدا في المباراه، يعني بيفكر في اكتر من سيناريو في المباراه، شايف مثلا ممكن يشوف صعوبات في المباراه وبيفكر في حلول ثانيه مختلفه شويه، فممكن اللي قاعد جنبه يبقى شايف المباراه من وجهه نظر ثانيه مختلفه خالص، فعايز يبدي او هو مرتاح شويه ما عندوش ضغط ما عندوش نفس الضغط اللي على المدير الفني، فممكن يبقى عايز في وقت من الوقت يبدي رايه او يقول مثلا الحته دي فيها كذا. طب سؤال بقى سؤال للكباتن بقى، هل لا سؤال ليك لا سؤال للكباتن، هل يعني من الجاهز ان المدير المدرب العام او المدرب المساعد ممكن يروح يقول رايي من غير هو ده السؤال ما يستشار؟ هو ده السؤال، وكمان تحديدا المدير الفني مش هقول مصري يعني هي المصري بس مش المصري، بيجيب مدرب عام بيحبه وعارف ان هو مطيع وما بيتكلمش، ولا بيجيب مدرب عام ومدرب مساعد عارف ان هم كفاءه وهيساعدوه فنيا فعليا؟ انت بتتكلم عن المصري؟ بتكلم في العموم. لا انا ما شفتش مدرب مصري صراحه الامانه يعني بيستشير اللي جنبه، يا ده واقف على الخط يا ده واقف على الدكه، الاثنين عكس بعض دايما، ممكن في اوضه اللبس يستشيروا بعض، لكن انا كابتن الامان يا ده واقف على الخط انت صح صح يا ده بيدي تعليمات، انما الاثنين ما بيلتقوش. لا ممكن يبقى مش المدرب العام، ممكن يكون المدرب المساعد هو ممكن يعني لا هو غالبا المدير الفني بيبقى حاطط سيناريو للماتش. لا يعني لو ده هو السؤال واضح يا كابتن ابراهيم ايه؟ هو السؤال واضح، هل المدير الفني بيجيب مدرب عام ومدرب مساعد
لائقين فنيا حتى، ولا هو بيجيبهم عشان هو بيحبهم وعارف ان هو مطيعين وما بيتكلموش ومهما ياخد قراراته هم يقولوا حاضر صح. بص بص يا ابو الكباتن، هي بتتوقف على شخصيه المدرب، المدير الفني يعني. المدير الفني شخصيته قويه هيجيب ناس اكفاء معاه، لان مش هتفرق معاه، لان شخصيته حلوة قويه واداؤه الفني مرتفع، فمش هتفرق معاه انه يجيب حد قليل. لا مش هيجيب حد قليل، هيجيب حد جامد معاه لانه مش فارقه معاه. انما لو مدير فني قليل شويه وضعيف فنيا هيجيب ناس حبايب عشان ما يقولولوش حاجه. طب هم هيقللوها يا كابتن ابراهيم. هو طبعا اي مدير فني عايز ينجح هو اللي بيختار المنظومه في الاول، تمام، ده عشان ينجح، عشان دايما الراي يحس ان لغه التفاهم او التواصل ما بينهم موجوده. في حاله الكابتن محمد ابراهيم هو مدير كوره، طبعا هو ابن من ابناء الاتحاد السكندري والجمهور الاتحاد بيحبه وهو بيحب الاتحاد السكندري بالزبط. فاكيد رايه دايما هيكون في مصلحه الاتحاد، وهو كل الجهاز من يعني من ابناء الاتحاد السكندري. مش على كابتن محمد، لا انا بتكلم على حاله الاتحاد السكندري كمان. فهي دايما الجهاز الفني لازم يبقى كل المجموعه كلها يعني متعاونه طبعا عشان تلاقي في انت برضه. اسامه ما قلتش برضه، هل يعني ما دخلش لسه مش هسيبه قبل انت عارف مش هسيبه. اسامه مدرب، فهو الحته دي اسامه ايه يعني اسامه وميدو، اسامه وميدو، اسامه راح مش عارف مين هياخد ميدو مع لغايه لما حد يموت من الاثنين. لا مش كده اكيد. مثلا المدير الفني جرب المدرب العام معاه او مساعد معاه في مواقف بتتبني الثقه دي على اساسها، جربه في مواقف، خد رايه في تشكيل، خد رايه في تغييره، خد رايه في فكره، فدايما الفكره او رايه دايما بيكون في صواب، فدايما بيبقى محل ثقه بالنسبه للمدير الفني. عارف المشكله في ايه كمان؟ المشكله ان المدرب العام لما المدير الفني يمشي يقول لك لا انا مش مكمل، انا ماشي مع المدير الفني. لا في بعض الاوقات، مش كل الاوقات، في كل الاوقات، في معظم الاوقات. معظم الاوقات في اوقات كتيره المدربين عموما بيكملوا وبيمسكوا. لا فلما يعني بيحصل ارتباط، لما بيكون ارتباط جامد بين المدير الفني والمدربين المساعدين، المدرب العام او المدرب المساعد، كلهم بيمشوا مع بعض. لا انا شايف دي على دي، انا شايف دي على حسب شخصيه المدرب العام. هل هو عايز يكمل في الكارير يبقى كبير، ولا هو مثلا راضي ان هو يبقى مدرب عام على طول؟ تفرق يا كابتن، لان انا شفت في مواقف يعني كابتن حماده الصيدي كان مع كابتن شوقي غريب، كابتن شوقي مشي وكابتن حماده كمل، كابتن حلمي طولان كان معاه كابتن طارق العشري، كابتن حلمي طولان مشي وكابتن طارق العشري كمل، وده بقى وده مدير فني كبير وده مدير فني كبير. هي على حسب برضه شخصيه المدرب. انا لسه هقول على حسب شخصيه المدرب العام. طب ناخد فاصل نشرب حاجه كده. فاصل نشرب حاجه. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مستمرين لسه معاكم في ملعب الاهلي بصحبه النجوم الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. كابتن ابراهيم، يعني نروح بسرعه للماتشات، بتروجيت والداخليه، بتروجيت في المركز العاشر بقياده كابتن طارق يحيى، والداخليه في المركز ال 13 بقياده كابتن علاء عبد العال. شايف الفرقتين ترتيبهم ازاي؟ لا انا بقول ان بتوجيت بالمستوى اللي هو بيقدمه النتائج مش مساعداه ولا يستحق المركز. شكلهم حلو قوي في الدوري السنه، قوي قوي الحقيقه. بيقدم يعني جاب مجموعه. طارق يحيى بيعرف يختار على فكره، بيعرف يختار وبيعرف ينقي وبيعرف يلم اللعيب، بيعرف يحط كمان اللعيب المناسب في البوزيشن المناسب يعني. فبيقدم مستوى متميز جدا، اولا بيتقدم، وبعدين الحقيقه بيدخل فيه اجوان في اوقات صعبه من ماتش بالزبط. بيطلع خسران يعني، بيطلع متعادل كسبان بونت واحد، فبالتالي دي مأثرة على مركزه في الترتيب يعني. انما انا بقول بتوالي الماتشات، والولاد دول هيبتدوا يعملوا تجانس مع بعض، مش هيبقى في المركز ده، مركزه هيتقدم جدا، لان مجموعه متميزه جدا من اللعيبه وبيقدموا مستوى متميز ومستواهم بيتقدم من مباراه لمباراه يعني. اكيد كان حسام سلامه اتقدم في الدقيقه 38 الداخليه، وتعادل شميلس بيكلي من ضربه جزاء في الدقيقه 45. كابتن احمد عايز تتكلم عن الماتش ده؟ لا بس انا فعلا عاجبني اداء بتروجيت السنه دي. كابتن طارق يحيى برده من المدربين اللي بيلعبوا كره هجوميه حلوه قوي، بيحب يلعبوا كره هجوميه، بيحب يهاجم، ما عندوش حته النمط الدفاعي يعني ان هو يلعب على الهجمات المرتده او الحاجات اللي زي كده. هو دايما بيحب يلعب كره، بيحب يلعب بطريقه الاستحواذ. اداؤه جيد جدا، ولكن في بعض الظروف فعلا يعني ما بيحالفوش التوفيق، عشان كده بنشوف ان برده نتائجه بتتاخر. لكن انا شايف ان هو في الترتيب يمكن هو بتروجيت العاشر، فارق ما بينه وما بين الخامس
يمكن نقطتين يعني فرق تفصيل مباراه واحده بالزبط. مش بعيد يعني بالزبط. مباراه واحده المباراه اللي جايه لو هو كسب مثلا وسموحه تعادل او ممكن هو خلاص هو يصل للمركز الخامس بالزبط. هو في وضع متميز بالنسبه له واداؤه الحقيقه راقي جدا كابتن طارق. كابتن اسامه يعني هو زي ما الكباتن قالوا ان بتروجيت كابتن طارق يحيى مشى الفرقه عمل فرقه جديده عناصر صغيره الخبرات قليله لكن الحماس موجود. البدايه بتاعتهم كانت بدايه مميزه في بدايه الدوري كان عندهم مباراه مع نادي الزمالك تعادلوا فيها وكانوا هما الافضل والاقرب للفوز تعادل مع الاسماعيلي على ما اعتقد برضه في اسماعيليه فالنتائج الاولى هي اللي اديتهم الدفعه والاستمرار بشكل مميز بالزبط. داخليه طبعا تدعيماته السنه دي كانت قليله جدا دايما بدعم من الدرجه الثانيه هو الداخليه دايما الهدف البقاء في الدوري فهو بيلعب على قد البقاء طيب اتكلمنا عن مباراه المقاولين وبيراميدز انتهت 1-0 نتكلم عن اللي حصل تحكيميا بعد ما نخلص تحليل هذه المباريات مباراه مصر المقصه وحرس الحدود وثلاث اهداف مقابل لا شيء لمصر المقصه احنا من بدايه الدوري واسبوعين ثلاثه من بدايه الدوري واحنا قاعدين القعده دي هنا برضه في قناه الاهلي قلنا ان حرس الحدود من الفرق اللي مهدده بالهبوط بعد ما صعدوا السنه دي الحقيقه ما فيش تدعيمات جيده في فريق حرس الحدود وبالتالي دعم من الدرجه الثانيه وبعض اللعيبه من اللعب ممتاز بس مش على مستوى جيد وبالتالي النتائج مش مساعداه ولو ما لحقش نفسه في الدور الاولاني هيبقى الصاعد هابط اول الفرق هتبقى الهابطه حرس الحدود مركز 17 مع كابتن اول الفرق صعب جدا الهابطه فعلا كابتن بلال بص عاجبني برضو مصر المقاصه نفس التوليفه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت واللي موجوده بقى لها سنين الثلاثه اللي موجودين قدام انتوي وفوافي وايريك تراولي بس بشكل طلعت يوسف بشكل طلعت يوسف مختلفين شويه اداء متميز جدا النهارده يمكن هو بيلعب حرس الحدود وبرضه بيلعب على هجمات مرتده سريعه لان الامكانيات اللي موجوده عندك اللعيبه اللي موجوده عندك السرعات اللي موجوده تسمح لك انك تشتغل الشغل ده بالظبط كابتن طلعت يوسف بيلعب الحتتين هو في وقت من الاوقات بيستحوذ بيمتلك بينتشر في الملعب بشكل كويس جدا وفي وقت من الاوقات حتى هو بيلعب الفرق الاقل منه في الترتيب في الدوري العام برضه بيلعب بطريقه الهجمه المرتده السريعه تحس ان هو عامل زون دفاعي وهو سايب عايز يعمل مساحات بالظبط وعايز يدي مساحات للثلاثه اللي موجودين قدامه يمكن احنا شفنا جون انتوي بيسجل هدف ازاي اريك تراول النهارده بيسجل هدف برضه من هجمه مرتده سريعه فالنهارده طالما عندك الامكانيات دي يمكن هم يشبهوا كتير جدا للثلاثي بتوع الاتحاد، الثلاثي بتوع الاتحاد نفس الموضوع، السرعات موجوده، القدرات الهجوميه الكبيره موجوده جدا وده الاتحاد بيشتغل عليهم بشكل كويس قوي، النهارده مصر المقاصه برضه بيشتغل على الحته دي كويس جدا، كابتن طلعت يمكن بيحاول كل الكور يفضل المساحه العكسيه ويشتغل عليها الكرات الثلاثيه السريعه في الهجمات المرتده عشان يقدر يوصل باقل عدد من اللمسات لمرمى الخصم، عملها كويس قوي النهارده وعملها في مباريات كثيره بشكل جيد جدا وهو متميز الحقيقه مع المقاصه والسنه دي المقاصه هترجع اعتقد من وجهه نظري بالشكل وبالاداء اللي موجود بيها مع شويه بس تحسن شويه في الاداء الدفاعي يمكن المقاصه برده محتاج شويه تحسن في الاداء الدفاعي النهارده انت فرقه بتسجل يمكن 7 اهداف وعليك 5 اهداف تقريبا مصر المقاصه عليه مصر المقاصه في المركز عليه 6 اهداف 6 اهداف كتير 6 اهداف كتير وانت في ترتيبك الرابع ولعبت 7 ماتشات يعني ده معناه ان انت بيدخل فيك تقريبا جول ال 10% يعني فبرضه معدل كبير عشان تلعب على بطوله عشان تنافس لازم تدافع كويس قوي وتبتدي تهاجم مش العكس مش انك تهاجم كويس قوي وتبتدي تدافع لا لازم تدافع كويس قوي وتبتدي تهاجم لازم الناس تفهم المفهوم ده ان انا لازم عشان اهاجم كويس لازم ادافع كويس قوي بالظبط الفرق الكبيره اللي بتلعب على بطوله الاول بيدور ازاي ما يجيش فيها جول انت بترسم الخطه بتاعتك ما يجيش فيها جول ازاي بعد كده بتطور ادائك الهجوم النهارده انت لما بتسنتر بترجع الكوره ورا عشان تبتدي الهجمه بتاعتك ده معناه ان انت الاول بتامن دفاعاتك بشكل كويس قوي وبعدين بتبتدي تدور على طريقه انك تخترق بيها دفاعات الخصم مش ان انا بهاجم كويس جدا يعني زمان لعب البرازيل بتاع زمان الثمانينات والسبعينات ده خلص من الكوره ان انا بهاجم كويس قوي بجيب 6 جوال وبيجي فيها 7 بجيب 3 وبيجي فيها 4 لا الكلام ده خلاص دي الفرق مش هتاخد بطوله الفرق اللي تاخد بطوله لازم تدافع بشكل كويس جدا وبعدين تبتدي تفكر في الهجوم مصر المقاصه عنده هجوم جيد جدا جدا من افضل الثلاثي اللي موجود كهجوميا في الدوري العام لكنه برده محتاج شويه تامين وشويه يعني تركيز شويه في الحته الدفاعيه انا معاك وكمان اكد على كلامك الماتش الاهلي وحوريه الغيني في مباراه الذهاب كان معلق المباراه بيتكلم برضو في جزئيه برضو بتمس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه قال لك علي معلول لا انا عايزك تدافع لي الاول وبعد كده تهاجم عشان المساحات اللي كان سايبها في ظهره علي معلول وكانت مساحات
تقلق بصراحه. فانا باكد على كلامك، انت لازم فعلا تامن دفاعاتك كويس قوي قوي، حتى لو كان في حد بيامنها من ديفندرات أكيد. لكن أكيد. انا لازم امن انا دفاعي ومركزي الاول وبعد كده ابدا افكر. خد بالك التميدو مش يعني مش كل الفرق عندهم اللعيبه اللي في نص ملعب اللي تقدر تعمل الكفرنج في الحته الدفاعيه. انت مثلا عندك حسام عاشور السوليه بيعرف يعمل الحته دي كويس قوي خلاص. هم حافظين الحته دي، المدير الفني محافظهم الحته دي. عندي لعيب زي علي معلول، المفترض ان انت وانا بلعب باك ليفت او باك رايت ببقى مثلا 70% هجومي و 30% دفاع. هو عنده مميزات هجوميه كتير جدا بالزبط. لكن مثلا عندك في النادي الاهلي الاثنين اللي في القلب بيقدروا يعملوا الحته دي، بيقدروا يعملوا التغطيه بشكل كويس جدا تمام. فدي حته ميزه للعيبه اللي موجوده في نص ملعبك. ممكن ما تكونش الميزه دي في فرقه ثانيه، السرعه والقوه والتغطيه والمهاره بتاعه لعيبه نص ملعب ممكن ما تكونش موجوده في فرقه ثانيه. هو في مدرب ممكن يعني شاركنا برضه كابتن سيد، شاركنا كابتن ابراهيم، في مدرب ممكن يقول لك مثلا يا بلال انت اعمل حاجه غير مركزك وفي زميلك هيغطيها لك؟ لا، هو علي معلول يعني مش بتكلم عليه تحديدا. لا انا بتكلم ان علي معلول عنده النزعه الهجوميه دي عنده بزياده. حتى كالتيرون لما بيجي يغير طريقه اللعب بيحط علي معلول في الحته اللي قدام، ان هو عنده بيعرف يروح واحد على واحد، يقدر يشتغل في المساحات الفاضيه ويعمل العرضيات. بتكلم معاك بعد ما نخلص ودي ما بيعملش كده. دي بتبقى ميزه، تبقى ميزه النهارده لما يبقى انت عندك النزعه الهجوميه، خاصه انت كمان بتلعب في نادي كبير النهارده زي النادي الاهلي، محتاج الطرفين اللي بره دول مفتاح لعب مهمه جدا. طب هل الانديه الكبيره زي ليفربول، زي تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونه، هل الباكين ما بيهاجموش؟ لا بيهاجموا. شوف مارسيلو على طول بس ريال مدريد بس بيدافع وبيرجع يدافع بس بالزبط. في الناحيه الهجوميه انت محتاج كل مباراه المكسب. فالمكسب ده انا محتاج مفاتيح لعب متنوعه. عندي مهاجم ممكن يعرف يعدي يجيب جول، عندي لعيب نص الملعب، عندي مفاتيح لعب اللي على الاطراف. ساعات انت قلب الملعب خلاص بيبقى مخنوق فمحتاج تفتح بقى الملعب من بره. فانت لو عندك اطراف تقدر تشغل واحد على واحد يعمل لك كروس كويس، فانت دي مفتاح لعب مهم جدا، ده مميز بيه علي معلول. طب الناحيه الدفاعيه خلاص، في الناحيه الدفاعيه لما الكره تقطع وترجع بسرعه عندي باك تاني زي علي معلول، زي احمد فتحي بيكون واقف في الناحيه الدفاعيه هو يقدر يغطي، فبيبقى عندي سعد سمير، سليف، فتحي، او لو احمد فتحي برده فاتح عندي حسام عاشور بيقدر يغطي الحته دي مكان علي معلول. زي ما كابتن بيقول كل لعيب في الملعب ليه واجبات دفاعيه وواجبات هجوميه. لما نيجي نشتغل مثلا من على الجنب بيبقى في المجموعه بتاعه الجنب اليمين بتشتغل، في واحد بيتقدم منها، بيبقى في واحد لو هو ما عملش الواجب الدفاعي بيبقى في واحد مسؤول عن الواجب الدفاعي لو ده ما جاش يدافع تمام يعمل الواجب الدفاعي بتاعه. فالعمليه بتبقى منتظمه والمدير الفني بينظمها. يعني بتعمل جمله مثلا من ناحيه اليمين ده بيعمل اوفر لاب وبيطلع بيبقى بتاع نص الملعب هو اللي بقى واخد الطرف اللي بقى بعد الطرف. لو ده ما عملش يبقى بتاع الطرف الاساسي يبقى يرجع في نص الملعب في حاله الدفاع. وبالتالي الامور بتبقى منضبطه من البدايه. يعني الواجبات الدفاعيه والهجوميه بتبقى متنوعه بين الجوانب، مين اللي هيروح، لو ده راح يبقى ده هياخد الواجب الدفاعي، لو ده راح يبقى الثاني اللي هياخد الواجب الدفاعي. اكيد اكيد. لكن هو جرس انذار انا بقوله علشان انت بعد كده طالع لمباريات صعبه جدا جدا، لو فرقه لعبتك على الكاونتر اتاك هتتعبك جدا، خصوصا ان انت لو رحلت بحد من الديفندرات هتفضي نص الملعب، لو رحلت بحد من المساكين هتفضي قلب الدفاع بتاعك. اتفضل. ده انت نقطه مهمه كنت مين بتقولها، النادي الاهلي هيلعب مباراه صعبه جدا، مباراه حوريه الغيني المباراه الجايه. بالظبط. النادي الاهلي ادى هناك بشكل كويس، ادى بشكل كويس عشان المساحات الظروف المتاحه، لا المساحات كانت موجوده في خط ظهرهم. هو بيهاجم فعنده ديفنس ضعيف، فانت في المساحات اللي يقدر يشتغل فيها وليد ازار وكان وليد سليمان، صلاح محسن، وبدانا نشوف الفرق. النهارده السيناريو هيتغير، انت على ملعبك هتنزل تضغط من الاول عايز تهاجم، فانت المساحات دي هتكون متواجده في خط ظهرك. بالظبط. فالنهارده الوقفه الصح بقى او التمركز الدفاعي الصح اثناء وانت بتهاجم. بالظبط. وقفه بقى ان شاء الله سعد سمير ربنا يشفيه ان شاء الله ويكون متواجد، او ايمن اشرف يكون سعد يبقى صعب شويه، ايمن اشرف يكون موجود. عندك سليم الوقفه بقى الصح. النهارده في ناس مكلفه بواجبات دفاعيه، ماليش دعوه بالهجمه، ما اسرحش مع الهجمه والناس شغاله هناك، لا في ناس شغاله في الناحيه الهجوميه وانا واقف وقفت صح. الراجل دايما في صدري، دايما اكون عامل المساحه ما بينه وبين المهاجم، ما اكونش لازق فيه ان ممكن الكره تتلعب هو يسبق. فدي كلها حاجات مهمه جدا النادي الاهلي لازم ياخد باله منها ان شاء الله، نتكلم عنها بعد كده بتفصيل. هنتكلم اكيد يعني هنتكلم، لسه معانا وقت كمان. انت بتتكلم فتحت نقطه مهمه جدا، سعد سمير عنده سرعات اكتر شويه من كوليبالي ومن ايمن اشرف، فاعتقد ان التمركز الدفاعي لازم ما يكونش فيه
هفوه دفاعيه في التمركز. بص في مباراه النوك اوت ما ينفعش انك تسيب مساحات داخل ملعبك يعني خلاص دلوقتي الفرق كلها بتعتمد الفرق يعني الفرصه الواحده والضربه الاضعف يعني خلاص يعني انت النهارده انت على ملعبك بتبقى يعني الخطوره عليك تبقى كبيره جدا اكتر من وانت بره ملعبك. وانت بره ملعبك بتقدر تقفل الفرق الكبيره اللي بتعرف تلعب كره كويسه قوي بتقدر تقفل كويس قوي بره ملعبك. لكن جوه ملعبك زي ما اسامه اتكلم كده المساحات عندك مفتوحه ومساحات عندك والفرق الافريقيه عندها سرعات كتيره جدا ولما بتسيب لهم مساحه بيقدروا يشتغلوا فيها كويس قوي. انت معظم اللعيبه الافارقه اللي موجودين هنا بيتميزوا بس بالسرعه. حتى فرقه حريه كوناك برده من الفرق اللي ما بتلعبش الكرات الطوليه بتعتمد على الانتشار في الملعب والكرات السريعه يعني بتعتمد ان هم بينتشروا كويس قوي بيباصوا بعض كويس. مش الفرق اللي بتلعب الكرات الطوليه ومستنيين فرقه يطلع محطه ويقف ويلعب للي جنبه. لا بيلعبوا كره عرض كويسه جدا. لو سبت لهم مساحه هتعبوك هتبقى في مشكله كبيره بالزبط. جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انت المفترض ان في المباريات اللي زي كده زي ما احنا بنقول الفرقه كلها عشان تقدر تلعب بشكل كويس جدا الفرقه كلها لازم تلعب في مساحات صغيره بطول الملعب كله. ما ينفعش يبقى انت فاتح الملعب طول الجيم. لو فتحت الملعب طول الجيم هتتصعب عليك بشكل كبير. اكيد لما كنا بنلعب مع بعض انا قلت بعد ما تبطل تبقى في التدريب لكن لقيتك في حته ثانيه خالص. الموضوع يبقى مدير فني. الموضوع صعب. لقيت الموضوع صعب في مصر ان انا ادخل في التجربه دي عشان عارف دماغك. لقيت ان انا اخد مجال الاعلامي احسن اسهل ومبقوش فيه يعني. فكرت ازاي؟ بص انا بحب التدريب. بص انا بحب التدريب جدا. انا بحب الكوره يعني تمام. بس انت عشان تاخد فرصتك في مصر هنا عايز لك يعني كمان انا عندي دلوقتي 38 عايز كمان 20 يبقى 58 ويقول عليك لسه صغير ولسه هبتدي فيعني ياخد فرصته ويقول مدرب الواعد اسامه عرابي اسامه يمكن ابتداها بدري اهو الحمد لله. لما يبقى مدير فانا بشتغل على واحد كان معايا كابتن اسامه عرابي فبقول له يا كابتن يعني انا شايف ان انت ما شاء الله يعني دماغك حلو في التدريب. قال لي ما الناس فاهمه ان انا صغير يا جماعه انا عندي حاجه و50 سنه زي العسل انا مش صغير خلاص بجد يعني ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله. الكابتن نروح لمباراه طلاع الجيش والاسماعيلي مفاجاه كبيره جدا 3 أهداف مقابل لا شيء. يعني اعتقد ان هي 3 أهداف في طريقهم لاقاله خير الدين مدو المدرب الجزائري. الحقيقه الاسماعيلي عنده مشاكل كبيره جدا على فكره. اولا لازم يمشي ما بقاش يقدم الكوره الجميله اللي كان بيقدمها زمان. نمره 2 بيدخل فيه اهداف في الشوط الثاني بطريقه غريبه يعني داخل فيه ده التشكيل الاسماعيلي قدام حضراتكم اهو عنده مشاكل في المساكين في خط الدفاع لدرجه ان هو في خلال مثلا 5-6 ماتشات بيتغيروا مع ان يعني عنده مساك منتخب مصر يعني ماتش بيلعب عماد حمدي ماتش بيلعب محمد مجدي ماتش بيلعب محمد صادق ماتش بيلعب محمد هاشم تشارلز بافور هو الوحيد اللي ثابت مساك فبالتالي عنده مشاكل كثيره في قلب المساك وبالتالي الاهداف بتخش كتير جدا يعني داخل فيه 8 أهداف منهم 5 أهداف في الشوط الثاني مع ان عنده حارس مخضرم عصام الحضري. انا هسالك على عصام الحضري. يعني عنده مشاكل في الدفاع كتير قوي ومدخل عدد اهداف قليله قوي يعني لعب 7 ماتشات جايب 6 أهداف بس ودي مش عدد نادي اسماعيلي عنده مجموعه الاسماعيلي يعني عنده مجموعه متميزه من اللعيبه طول عمره طرق هجوميه لعيبه هجوميه بيحرزوا اهداف كتير. انا شايف ان الاسماعيلي بيقدم مستوى غير المستوى اللي احنا متعودين عليه وغير طموح الجماهير. كابتن اسامه الاسماعيلي طبعا متوقع زي ما قلت لحضرتك يا كابتن ميدو في بدايه حلقتنا الاسماعيلي السنه اللي فاتت قدم مردود يعني الناس كلها كانت منبهره باداء الاسماعيلي رغم انه مر بظروف صعبه المدير الفني ساب الفريق في وقت صعب جدا وراح منتخب اوغندا لكن الاسماعيلي عنده القوام الرئيسي اللي يقدر يسند الفريق. السنه دي نادي الاسماعيلي استغنى عن عناصر مهمه جدا محمد عواد كلم بهاء مجدي كالديرون ابراهيم حسن وغيرهم وغيرهم حسن لعيب طب ده قوام رئيسي عندك العمود الفقري بيقدم مستوى متميز مع الزمالك في كل خط عنصر مهم جدا. فالنهارده المردود متوقع يعني احنا خير الدين مضوا في اول مباراه للدوري زي ما احنا قلنا مباراه الاهلي والاسماعيلي قدم مباراه كويسه لكن احنا كنا متوقعين ان الموسم طويل الاسماعيلي هيمر بعصرات بس بدات بدري قوي. النهارده انت طالع الجيش مع الاسماعيلي نتيجه كبيره طبعا وزي ما انت بتقول ان ممكن يبقى فيها اقاله لخير الدين مضوي اعتقد نتيجه كبيره الاسماعيلي السنه دي طبعا المردود اللي بيقدمه طبعا مش المردود زي السنه اللي فاتت. كابتن بلال لا فرقه الاسماعيلي فرقه محيره الحقيقه يمكن هم فرقه هجوميه جيده جدا لعبوا بشكل كويس قوي في الناحيه الهجوميه
يعني بيلاقوا بعض بشكل جيد جدا في الناحيه الهجوميه، لكن في الناحيه الدفاعيه عندهم مشاكل كبيره جدا. النهارده زي ما اتكلمنا يا ميدو من شويه وقلنا لا انا لازم دفاعين ابقى جيد جدا عشان يقدر كمان ادي الثقه للعيبه اللي موجودين في الناحيه الهجوميه. انا بالزبط. وانا فرود بالزبط. لما اشوف ان المدافعين الاثنين الاستوبرين والباكين والحارس المرمى يعني بيقطعوا كل كوره وبيقدموا وراه بشكل قوي، انا بيجي لي عندي ثقه في نفسي، تمام، ببقى اضيع وانا مش خايف، ببقى مش قلقان ان الكوره تجي لي واضيعها، لان عارف ان انا ورا في الدفاع في رجاله بجد، يعني في لعيبه كوره جامدين. النهارده الاسماعيلي عنده مشاكل كبيره جدا، النهارده في 3-0 ولكن المباراه ممكن تخلص 5-6. النهارده كل كوره بيروح بيها كريم طارق، بيروح بيعمل كل حاجه في الكوره، لعيب مميز جدا، لعيب هايل. لكن النهارده دفاع الاسماعيلي اللي موجودين في التشكيل، محمد هاشم، باهر المحمدي، ريتشارد، كل واحد جيد، بس هو مع نفسه ما بيشتغلوش كتيم واحد في الحاله الدفاعيه. عندهم مشكله كبيره جدا في التكتيك الدفاعي. انا النهارده كمدير فني فين دوري النهارده داخل الملعب؟ كل الكرات العكسيه وكل الهجمات المرتده اللي راح على النادي الاسماعيلي كلها اهداف، كلها اهداف. كل كرات النهارده لو في بس يعني شويه تركيز من تالان داي النهارده مع كريم طارق كان ممكن النهارده مرتخص 5-6. الاسماعيلي النهارده اسامه 4-2 في كل الاوقات. طب فين لعيبه نص ملعب؟ فين الاثنين موجودين في نص ملعب؟ عماد حمدي ونادر رمضان بيكملوا في الحته الهجوميه، حتى كمان مش واحد واحد. انت لما بتلعب باثنين ميد فيلدر في الملعب لازم يبقى واحد بيكمل واحد تاني هو اللي بيعمل التغطيه، واحد بيساعد لما بتلعب بتهاجم من ناحيه اليمين زي ما اسامه اتكلم من شويه كابتن ابراهيم، المدافع الثالث الباك ليفت لما بتهاجم من ناحيه اليمين باك ليفت لازم هو كمان بيعمل التغطيه عشان يبقى في توازن في الحاله الدفاعيه. لكن انت النهارده دايما 4-2 3-2 5-3 دايما في الحالات ملعب بعيد خالص عن الحالات جدا الفعلية. نص ملعب كانهم بيلعبوا فراوده بيلعبوا تحت الفرود بالزبط. فمش ده الدور بتاعهم. بجانب كمان ان انت زي ما انت بتقول كريم طارق عنده سرعات ما شاء الله مش طبيعيه النهارده، واحد ضد واحد كل كوره كانت واخدها تالان داي. في الهدف الاولاني معدي من ناحيه الشمال وبيعملها بالعرض لكابوريا، والهدف اللي جابه لو في بس حاجه كده، الهدف الثالث اللي جابه اسامه الكره بتتبصق جوه 18، حتى كمان ضغط. 7 لعيبه من نادي الاسماعيلي على 3 محدش بيضغط. ده الهدف الثالث ده انا عايز اقول لك كمان ان كريم طارق، بس احنا طبعا ما معناش الهدف، كريم طارق هو اللي عامل الكورنر وفضل يكمل لغايه لما جه في نقطه ال 18 عشان يجيب جول. كريم طارق من اللعيبه المميزه حتى لما كان في بتروجيت قوي من اللعيبه الممتازه ومفتاح لعب مهم جدا. برضو احنا برضو مش عايزين نبخس حق طلائع الجيش، ادى مباراه النهارده هايله ويستحق الفوز طبعا. طلائع الجيش بالاداره يعني بدايه الموسم برغم برغم ظروفه المتعثره جدا، صعبه، لاعب 7 ماتشات مغلوب 3 متعادل ماتشين كسبان ماتش واحد. انت بتتكلم النهارده ماتش 11 النهارده مكسب وتعادل مع سموحه برضه النهارده في المركز ال 11 فالنهارده من اخر الجدول. لا المركز ال 11 بونت علوه جامد الحقيقه، ثبته اقدامه في الدوري بعد ما كان الامور مهتزه جدا في طلائع الجيش وكنا حاطينه من ضمن الانديه المهدده يعني. فابتدى يرسخ اقدامه في هي هم فرقه تقيله يا كابتن، لعيبه تقال ممكن يبقى حصلت كده هزه في بدايه الموسم، لكن طلائع الجيش من الفرق الكبيره عندهم اسماء كبيره عندها اسماء كبيره. حتى النهارده عجبني كمان كابتن محمد حلمي في التغييرات بتاعته، اللعيبه بينزل يعني هو كسبان 2 وبيعمل تنشيط في الحاله الهجوميه في نص ملعب، يعني ما بيطلعش مثلا فرود وينزل لعيب مثلا بيلعب مساك ما يدافعش بالظبط. خلاص الحاله دي خلاص ما بقتش موجوده في الكوره دلوقتي، خلاص انت طالما رجعت الدافع يبقى لازم تستقبل اهداف. هو ده منطق كره القدم يعني. تمام. انا كنت اسال احمد بلال او اسال ضيوف الكرام عن محمد حلمي غير شكل الجيش ولا شكل الجيش اتغير معاه، لكن طبعا لعيبه الكره خصوصا الحريفه دايما بحاول الاسئله. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في مباراه الزمالك وسموحه اللي انتهت ب1-1. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي فيه حكايات كثيره جدا النهارده، انا عارف ان انتم في حاجات بتسالوا عليها كثير جدا، ان شاء الله هنرد عليها مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا بعد قليل، نجوم مصر ونادي الاهلي، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. هنتكلم في كل التفاصيل وكل التساؤلات اللي حضراتكم بتسالوا عليها دايما، خصوصا في اليومين اللي فاتوا كانت في احداث كثيره جدا واحداث بصراحه يعني تستدعي تساؤلات كتير جدا، ان شاء الله نرد عليها مع ضيوفنا الكرام. عارف ان كل الناس دلوقتي مركزه مع النجم المصري محمد صلاح، ان شاء الله ينهي هذه المباراه بفوز يريحهم في المباراه الصعبه
ان شاء الله المباراه صعبه جدا جدا. باريس سان جيرمان باريس منتخب عالم، يعني منتخب عالم فيه لعيبه كبيره جدا، لعيبه اسماء كبيره جدا وتقيله جدا، كفايه نيمار لوحده حاجه تخض يعني، لكن برضو فيه صلاح وفيه ماني وفيه لعيبه كبيره جدا في ليفربول. ان شاء الله تنهى هذه المباراه بتفوق لمحمد صلاح نجمنا المصري المحبب لقلوبنا كلنا. ابدا معاكم باخبار الاهلي، اكيد برضو عايزين تطمنوا على نجوم الاهلي قبل مباراه العوده. حوريه الغيني مباراه صعبه برضو جدا، مش عايزين نستسهل بالخصم، وان كان في تساؤلات ايضا طرحت من الجماهير الاهلاويه في مباراه الذهاب، لكن يا جماعه ما ينفعش نقول النادي الاهلي كان في ظروف طبيعيه. النادي الاهلي كان في ظروف غير طبيعيه، ملعب صعب جدا، ملعب اللعيبه كانت بتتزحلق في اي مكان، كل اللعيبه ما فيش يعني استثناء، ملعب صعب، اجواء صعبه جدا. ان شاء الله في مباراه القاهره اللي هتكون في استاد السلام الساعه 9 ان شاء الله يوم السبت تكون مباراه سهله نسبيا على النادي الاهلي، لكن مباراه هنقول في العموم ان هي مباراه صعبه، لازم تركيز كبير جدا. النادي الاهلي معودنا ان هو عنده حسن ظننا، ان شاء الله عنده حسن ظن الجماهير الاهلاويه. هقول لكم ان جونيور اجاهي النجم الاهلاوي بيبدا خلاص في عمليات التاهيل بعد الاصابه اللي كانت كبيره جدا في الركبه، اكيد حضراتكم تفتكروها. ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي يبقوا سلام معافين من اي اصابات في اللي جاي باذن الله، محتاجين كل اللعيبه. جونيور اجاهي هيبدا تدريباته التاهيليه بعد اصابته بقطع في رباط الركبه الداخلي، هيبقى معاد او الدكتور خالد محمود قال ان جونيور اجاهي خلاص بدا يتعافى نوعا ما، هيبدا في تدريباته التاهيليه اللي هتأديه للتدريبات الجماعية إن شاء الله. إن شاء الله جونيور أجاهي لاعب مهم زي ما قلت لحضراتكم، إن شاء الله ينهي هذه الفترة بسلامة. أيضا ميدو جابر خلاص تعافى من إصابة العضلة الخلفية، وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة حورية الغيني لو احتاجه باتريس كالتيرون. أعتقد أن ميدو برضو لعيب مهم جدا، فاق في الفترة الأخيرة فوقان كويس قوي، طمنا كلنا وقال أن ميدو جابر موجود لسه، موجود بقوة كمان بعد فترة شك كده كان تعرض ليها ميدو جابر في الأونة الأخيرة، لكن ميدو جابر أثبت للكل أنه هو لعيب مهم ولعيب جيد، أعاد اكتشافه مرة ثانية باتريس كالتيرون وقال أن في لعيب جامد اسمه ميدو جابر إن شاء الله يعود للفريق بسرعة جدا. برضو خالد محمود قال أن ميدو جابر تعافى بشكل كبير جدا وأصبح جاهز لمباراة حورية الغيني إن شاء الله يوم السبت القادم. كمان ليندمان بيقود فريق النادي الأهلي في تدريبات بدنية شاقة جدا حسب تعبيراته هو شخصيا كمان لمدة 45 دقيقة بمساعدة حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال. ليندمان مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم أجرى تدريبات بدنية شاقة للاعب النادي الأهلي خلال فترة مران اليوم الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش. ليندمان قسم اللاعبين لست مجموعات مع حسين عبد الدايم وخاض اللاعبون فترة بدنية بطول الملعب استمرت 45 دقيقة، اوعوا تستهونوا ب 45 دقيقة تدريبات بدنية، بتبقى فعلا تدريبات بدنية شاقة جدا، لكن لعيبة النادي الأهلي لازم يعملوا كده عشان في مسابقات كبيرة جدا وتحديات كبيرة جدا بيدخلها النادي الأهلي، لازم يكون قدها وقدود زي ما هو معودنا دايما. النجم رامي ربيعة بيعود للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي وإن كانت مشاركة متقطعة، لكن خلاص دخل في الأجواء التدريبية، مش عايز أقول منحوس شوية رامي ربيعة، لكن الحمد لله خير يعني، ورامي إن شاء الله تعود وتعود بقوة كمان، محتاجين قوي المركز ده خصوصا بعد إصابة سعد سمير والراجل جدا محمد نجيب. أعتقد برضو إن كالتيرون في حيرة هيلاعب مين جنب كوليبالي، هل هو أيمن أشرف، هل هو أحمد فتحي، هل هو محمد هاني، لكن طبعا المنطقي والأقرب جدا هو أيمن أشرف. أيمن أشرف شفناه مع منتخب مصر بيلعب باك شمال عصري جدا جدا وكمان أحرز هدف، كمان لعيب مميز قوي، لعيب برضو تلاقيه مساك، تلاقيه باك ليفت، تلاقيه في نص الملعب، ممكن يلعب كمان ديفندر، ممكن يلعب في أي مكان، لعيب محوري زي ما احنا بنقول ولعيب جوكر زي ما احنا بنقول كمان. إن شاء الله باتريس كالتيرون يختار الأنسب والأصلح وإن كان الأقرب طبعا هو أيمن أشرف. رامي ربيعه زي ما قلت لحضراتكم خلاص بيستجيب للتأهيل بشكل كبير جدا واشترك في المران وان كان مشاركه مش كامله لكن مشاركه جزئيه، لكن ان شاء الله يرجع بسرعه جدا. انتوا عارفين رامي شويه كان الركبه عامله له قلق كبير جدا، بعديها عضله ضمه، بعديها حاجات كثيره تعرض لها رامي ربيعه، ان شاء الله يرجع سليم معافي.
ايضا نجم شريف اكرامي بيشارك في التدريبات بعد تغيبه عن التدريب امس. مش تغيبه يعني شارك في التدريب وطلع بسبب اصابه تعرض ليها، لكن رجع وشارك في التدريبات الجماعيه مره ثانيه. سعد سمير برضو بيبدا الجري حول الملعب. انا بقول لكم الاخبار بسرعه عشان عندنا حاجات كتير هنتكلم فيها مع ضيوفي الكرام، مباريات كتير جدا امبارح والنهارده وتساؤلات عديده هنتكلم فيها مع ضيوفي الكرام، عشان كده بقول لكم الاخبار يعني مش بالتفصيل. سعد سمير قلنا بيبدا تدريبات الجري حول الملعب. سعد خرج مصاب المباراه اللي فاتت بشد في العضله الخلفيه، انا شفته حاطط ثلج على العضله الاماميه عشان كده قلت ممكن يبقى جاي شد في العضله الاماميه، لكن بعد كده طلع شد في العضله الخلفيه. العضله الخلفيه بتبقى محتاج تركيز شويه سعد، واكيد دكتور خالد طبعا دكتور كبير جدا وعارف العضله الخلفيه بنقول عليها دايما عضله خاينه، تحس ان انت كويس قوي تنزل تدريبات سبرنت 2 تحس بتقل تاني ولا قدر الله ممكن يعمل شد وممكن يعمل لا قدر الله مزق في الخلفيه، وده اللي مش عايزينه خالص. سعد سمير لعيب مهم جدا للنادي الاهلي وليه منتخب مصر كمان. سعد لما بيفوق ويركز بيبقى مساك من العيار الثقيل، ومحتاجين المركز ده قوي قوي قوي. عارفين ان فريق حوريه عنده سرعات وعنده لاعبين مميزين قوي في الجزء الهجومي زي ما حضراتكم عارفين، عشان كده كنا نفسنا ان يكون المركز متكامل، وان كان موجود كوليبالي وايمن اشرف مش بعيد عن المكان وكمان لعيب مهم وكان بيلعب في مركز المساك لعيب اساسي ولعيب قوي ولعيب مركز ولعيب راجل، يعني ان شاء الله ما يكونش في قلق في المنطقه دي. عشان كمان نغطي كل الاخبار، ناصر ماهر بيغيب عن تدريبات الجماعيه ويكتفي بفتره تاهيل او بفقره تاهيل. ناصر ماهر لعيب اجتمعنا كلنا اللي هو لعيب مميز، واجتمعنا كلنا اللي هو لعيب عنده موهبه عاليه جدا، لكن ما اجتمعناش ان هو لسه لياقته البدنيه مش مكتمله افريقيا وذهنيا كمان ان هو يشارك في المباريات الافريقيه، وان كنت انا ضد المبدا ده خالص لانه لازم ياخد تدريجيا ولازم نستحمله ولازم نصبر عليه. بزعل قوي لما بلاقي بعض النجوم الكبار في بعض الاستوديوهات التحليليه بيقولوا ان ناصر ماهر لسه وناصر ماهر لسه بدري. ناصر ماهر لعيب مميز قوي، لعيب عنده قدرات فنيه عاليه جدا، لعيب محتاج ثقه ومحتاج ان انت تديله الثقه كمان من كل اللي حواليه، جمهور اكيد طبعا الجهاز الفني والاداره مداله كل الثقه، لكن محتاجين ان احنا نهدى عليه احنا كاهلاويه. سيبنا بقى من الاراء الثانيه خالص المتضاربه اساسا في اي حاجه، يعني شويه تلاقي مش عارف مين كويس ثاني يوم تلاقيه وحش، خلينا احنا كاهلاويه ندعم لاعبتنا ونساند لاعبتنا ونقول لاي لعيب بيلعب في النادي لازم ندعمه ولازم نعمل له سبورت ولازم نكون في ظهره كويس قوي، خصوصا لما يكون موهوب وموهوب كمان ولسه صغير في السن قوي. انا بتكلم تحديدا على ناصر ماهر، بيدخل معاه احمد حمدي بيدخل معاه كل اللعيبه الصغيره، لكن ناصر ماهر لعيب عنده لمسه جماليه قوي. شفنا لعيبه كتير بداوا لو كنا بدانا ننتقدهم كده بنفس الشكل كده هنبطلهم بدري قوي، لكن اللعيبه دي مع الوقت بقوا لعيبه كبار، دلوقتي بنقول عليهم لعيبه نجوم، لعيبه ما بتعوضوش، لعيبه مش عارف ايه، كل الكلام ده بيبدا لو احنا بدانا بحاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. نجوم كبار زي ما قلت لحضراتكم، لا ناصر لسه، ناصر مش عارف ايه، عايزين نتفق ان ناصر موهبه تقيله جدا، موهبه احنا محتاجينها كاهلي كمنتخب مصر كمان. ناصر ماهر نديله ثقه ونقف في دوره هتلاقوا لعيب كويس قوي قوي، واللياقه البدنيه بتيجي مع الاحتكاك، بتيجي مع الاحتكاك وما بتجيش مع التدريبات استحاله. ده ناصر ماهر قدام حضراتكم. سمير عكاشه يعني معايا لحظه بلحظه والفريق الاعداد بشكركم شكرا جزيلا، قلت لكم موهبه كبيره جدا لازم ندعمه كل الدعم. زي ما قلت لحضراتكم ان اللياقه البدنيه الافريقيه بتيجي من الماتشات وبتيجي من الاحتكاكات، اي لياقه مهما تدي للعيب تدريبات ومهما تدي له جرعات تدريبيه وبدنيه عاليه جدا مش هتبقى زي الاجهاد البدني والذهني للمباراه اللي بيخليك تكتمل بدنيا وذهنيا بعد كده. انا بقول اجهاد ليه؟ لان انت من كتر التدريبات ومن كتر الماتشات ومن كتر التفكير الذهني والبدني بيجي لك اجهاد، الاجهاد ده بيبقى بعد تشبع بدني وتشبع ذهني، وده اللي محتاجه ناصر ماهر في الفتره المقبله باذن الله. دي كانت اخبار لعيبه النادي الاهلي وان شاء الله نطمنكم عليهم كل يوم لغايه يوم الماتش باذن الله. ماتش مهم جدا محتاجينه كلنا ان احنا نعديه باذن الله وهنعديه ان شاء الله، مع ان في ناس بتشكك ودايما في ناس بتشكك ودايما في ناس بتكسر ودايما في ناس مش عايزاك انت، يعني مع ان الاهلي صعب عليه الكلام ده لكن برضه هما بيحاولوا ويفضلوا يحاولوا، لكن الاهلي عمره ما بيستجيب او حتى بيسمع او بيتطرق لمثل هؤلاء
الناس وهؤلاء الهادمين بصراحة، يعني ناس هادمة فعلا. فدايما بنحتاج ان احنا كأهلوية تاني، بكررها تاني، ان احنا دايما نقف ونقف جامد كمان ونرد. في ناس وانا جاي ودايما بيكلموني يا كابتن احنا عايزين نرد، يا كابتن في ناس، يا كابتن في ناس. بقول لكم دايما ومرارا وتكرارا احنا مختلفين تماما كقناة اهلي، كشكل نادي الاهلي، ملتزمين بشكل نادي الاهلي اللي توارث عبر الاجيال واللي احنا كمان شربناه. انا بتكلم عنك كأهلوية، لا بنرد بنفس الشكل ولا بنفس الاسلوب ولا احنا الناس دي خالص، وانتوا حاسين وعارفين يعني ايه شكل النادي الاهلي في اي مكان، فاستحالة هنرد بنفس الردود. لكن اللي بيجي عن النادي الاهلي او بيتطور عن النادي انتوا عارفين، يعني مبقاش فيه كلام، في لسنة بتطلع غريبة جدا وفي اشكال بتطلع هتشوفونا احنا بس هتشوفونا بشكل تاني، وهتشوفوا لساننا بس هتسمعوه بشكل تاني. لكن مفيش حد بيقدر يتطور على النادي الاهلي، وان كان تلميحات على استحياء قاتل يعني، لكن هنرد، لكن بيبقى في وقت مناسب بنرد فيه كلنا. المباراة اللي جاية ان شاء الله النادي الاهلي هيجتازها باذن الله، وبقول لكم بمنتهى الثقة لان انا عارف لعيبة النادي الاهلي بيبقوا حاسين الموقف ودايما بيبقوا عند المسؤوليه وعند حسن ظن الجماهير الاهلاويه. مباراه صعبه، مباراه صعبه، لكن هنتخطاها باذن الله بالرجاله الموجوده مهما كانت الاسماء ومهما كانت اللعيبه ومهما كانت خبراتهم، حتى لو لعيبه فرق الناشئين هيجتازوا هذه المباراه. كل الدعم للنادي الاهلي وفريقه، وان شاء الله يكون كل اللعيبه في المستوى البدني والذهني لهذه المباراه يوم السبت باذن الله على ملعب السلام في 9:00 مساء. ان شاء الله تنوروا الاستاد وتملوه وتهزوا اي فرقه تيجي تلاعب نادي الاهلي. شفنا الدوري بشكل عام الفتره اللي فاتت، عايز اقول لكم الترتيب كده بسرعه علشان باجي انا اشوف الفيسبوك وبقرا الفيسبوك بلاقي كلام حاجات غريبه جدا، بلاقي متصدر لا تكلمني وانا المتصدر دلوقتي وانا مش عارف ايه دلوقتي، والاهلي لسه، الاهلي لسه ما جاش يا جماعه، يعني الاهلي كان مسافر، ولما الاهلي يسافر بيبقى متاح للجميع ان هو يقول انا موجود. فيعني احنا كاهلاويه نلتمس العذر دايما، يعني احنا كاهلاويه الدوري عندنا منه 40 دوري و40 سنه، 40 سنه. فبالنسبه للجمهور الاهلاوي انا متصدر لا كلمني عادي، ده الجمهور الاهلاوي يقول لك كده يا عم انا متصدر، ده الطبيعي بتاعي فكلمني عادي انا ما عنديش مشكله خالص. لكن اول ما فرقه ثانيه تطلع انا متصدر لا تكلمني. طب ليه؟ طيب احنا كاهلاويه يعني في الموضوع ده ولا احنا بعيد عن القصه؟ عشان بس نبقى احنا فاهمين، متصدر لا تكلمني تقولها لكل الانديه مع احترامنا باستثناء الاهلي، لكن الاهلي يعني طول عمرنا الاهلي الجماهير بتاعته متصدره وعادي بيردوا على الناس وبيهزروا وبيضحكوا فمفيش مشاكل عندهم خالص. لكن كل شويه بقى متصدر لا تكلمني، والاهلي مسافر كان، والاهلي دلوقتي في بطوله اسمها البطوله الافريقيه بنلعب فيها، البطوله الافريقيه دي بتودينا كاس عالم الانديه فاكيد مركزين فيها قوي. فان شاء الله لما نرجع الدوري هيبقى طبعا الدوري هيبقى ليه شكل تاني خالص، والترتيب هيتغير وكله هيبقى في مكانه الطبيعي. هقول لكم شكل الدوري لغايه دلوقتي باستثناء الثلاث مباريات المؤجله للنادي الاهلي. بيراميدز في المركز الاول 15 نقطه، والزمالك بعد تعادله النهارده 14 نقطه، والانتاج الحربي مع كابتن مختار مختار بيقدم موسم ولا اروع، اتمنى ان هو يكمل الشكل الدوري قدام حضراتكم. الانتاج الحربي في المركز الثالث، بقول لكم اتمنى ان كابتن مختار يكمل بنفس القوه بنفس الشكل. والاهلي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، لسه ليه 3 ماتشات مؤجلة. ناصر مقص في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، سموحة في المركز السادس. سموحة النهاردة ضيع فوز، أعتقد أن علي ماهر مش هينام النهاردة، فوز في الثانية الأخيرة ضربة جزاء، لكن معلش علي، معلش عملت مباراة قوية جدا، ضيعت فرص كبيرة جدا، مباراة كانت حلوة بين الزمالك وسموحة في الشوط الثاني تحديدا. يعني مش عارف أنتوا شايفينها نتيجة عادلة ولا مش عادلة، سموحة ضيع 3 نقاط مهمة جدا، كان هيبقى في المركز ال 13 متساويا مع الانتاج الحربي، لكن او في المركز الرابع، يبقى كان في المركز الرابع 12 نقطة. ان شاء الله القادم افضل بالنسبة لسموحة. الجونة في المركز السابع 9 نقاط، برضو اعتقد ان الجونة ماشي كويس مع هشام زكريا مدربه المجتهد جدا. المصري في المركز الثامن 9 نقاط، متساوي مع الجونه في النقاط، لكن اكيد في فرق الاهداف للجونه.
مصري ايضا مع حسام حسن شكله مختلف جدا. انتوا ليه ضيعتوا كده الدوري بسرعه؟ ماشي. المصري في المركز قلنا الثامن، الاسماعيلي في المركز التاسع مع خير الدين المضوي، وفي كلام كبير جدا ان الاسماعيلي هيبقى فيه تغيير في الجهاز الفني، هنشوف في اللحظات القليله المقبله او الساعات القليله المقبله ان شاء الله هل الجهاز الفني هيستمر. كلام كتير جدا على جهاز فني النادي الاسماعيلي، 3 أهداف النهارده يدخلوا النادي الاسماعيلي من طلائع الجيش، اعتقد نتيجه ثقيله جدا، لكن كان طلائع الجيش مسيطر على المباراه بصراحه واستحق هذا المكسب. وبتروجيت في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، طلائع الجيش في المركز ال11 8 نقاط، ايضا مقاولين في المركز ال12 7 نقاط. مشكله كبيره جدا حصلت في مباراه مقاولين وبيراميدز، اكيد هنتكلم عليها برضو على مشكله التحكيم، والتحكيم رايح بينا لفين، والتحكيم هل ممكن يهدد الدوري العام ولا لا، هنتكلم برضو مع ضيوفنا الكرام في هذه الجزئيه تحديدا تشغل الراي العام الكروي في الشارع المصري. المركز ال13 اتحاد سكندري 7 نقاط، بعيد برضو الكابتن محمد عمر عن شكله او ما يتمنى الكابتن محمد عمر وما تتمناه الجماهير السكندريه. المركز ال14 امبي برضو مع خالد متولي، لسه برضو الكابتن خالد عايزين نطلع شويه كمان. نجوم في المركز ال15 6 نقاط، الداخليه في المركز 16 5 نقاط، المركز 17 حرس الحدود 3 نقاط، دجله في المركز ال18 بنقطه واحده. دجله يا جماعه برضو علامات استفهام كبيره جدا، دجله مش عارف السنه اللي فاتت كان مهدد بالهبوط، مش عارف برضو ما استوعبناش الدرس ولا ايه. دجله من الفرق اللي انا بحبها جدا ومؤسسه كبيره جدا، ما ينفعش ان هم يبقوا في المركز الاخير برصيد نقطه واحده، يعني صعب جدا. ان شاء الله دجله يستفيقوا بسرعه جدا ويشوفوا اخطائهم ويرجعوا لمكانتهم الطبيعيه، كانوا عاملين الدوري شكل وشكل حلو كمان مع بتروجيت مع امبي مع سموحه اللي دخل مع الانتاج اللي داخل الجونه داخل جامد المصري الاسماعيلي، الاسماعيلي برده علامات استفهام كبيره جدا. بتروجيت مع الكابتن طارق ايحه شكلها كويس، او هنتكلم مع ضيوفنا الكرام اللي شرفونا بعد الفاصل. نطلع فاصل سمير، يلا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد الكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني. فاصل واستنوا.